صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نتائج كتيرة مهمة، خصوصا أنها بتقدم الخدمة العلاجية بشكل سريع وبجودة عالية. المبادرات دي بدأت ب 100 مليون صحة، وصلت دلوقتي أنه بقى عندنا أكتر من 14 مبادرة رئاسية شغالين بنفس الكفاءة وفي نفس التوقيت وكمان بمعدلات إنجاز عالية. طبعا يا شاذلي، المرأة كان ليها دور مهم جدا وكبير، ونصيبها كان كبير في هذه المبادرات. ست رئيس أطلق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، والمبادرة دي حققت إنجازات كبيرة جدا في تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السرية، وكمان الصحة الإنجابية للسيدات. طبعا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية عملت حالة من الاستجابة السريعة وتقديم الخدمة الطبية للمرأة في كل المحافظات بنفس الكفاءة. لحد دلوقتي تم تقديم خدمات الفحص والتوعية لأكثر من 46 مليون سيدة. احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معنا فقرة بتتكلم عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأهمية اكتشاف المرض في مراحل مبكرة عشان فرص الشفاء تكون أكيد أعلى. خليكم متابعينا النهاردة خلال الحلقة عشان نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. مرة تانية بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة وبعض المحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الفل يا دينا. صباح الخير يا شازي. صباح الخير بسن. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الجو حار للأسف، احنا واضح حاسين. واحنا جايين الصبح كان حر، واحنا جايين الفجر كان الجو حر جدا، فمعلش احنا هنستحمل كده لحد يمكن بكره او بعده ان شاء الله. النهارده الذروه ولا لسه؟ لا احنا كان من اول يوم لحد بكره وبعده، لا لسه الجو حر. بدأ بالذروه على طول. هي مفيش ذروه فيها، هي كلها درجات الحراره مرتفعه مع رطوبه عاليه، فهي دي اللي بتسببنا باحساسنا بحراره الطقس بتكون عاليه جدا. نشكرك يا دينا، اتفضلي. شكرا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة ذروة الموجة شديدة الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة اللي بتزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع، بقيا بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 40، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالأخبار اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024. كمان أكد على أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء منعا لاستنزاف موارد الدولة. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وأشاد بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات. الهدف من ده هو تحقيق جهود خفض الأسعار وزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكداً في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء منعاً لاستنزاف موارد الدولة. وجه دكتور مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجه أيضاً بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق. في مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة بيعد من أهم الملفات اللي تم النظر ليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة.
حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها إلى جانب قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وشدد مدبولي على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة لاستخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب اللي بتروى بالغمر بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة. في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف الثقافة وكافة الأمور اللي بتتعلق ببناء الإنسان المصري، قائلاً لوزير الثقافة: نعول عليكم كثيراً في العمل على استعادة قوة مصر الناعمة وتعزيز الهوية الثقافية المصرية. وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية جذباً لمزيد من شبابنا، فلدينا القصور الثقافية والمسارح وغيرها من الأصول الثقافية التي يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى أهمية وجود خطة متكاملة بمستهدفات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن المنطقة الشمالية العسكرية نظمت بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حفل توزيع جهاز عرائس ل 500 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ اللي بتقع بنطاق المسؤولية، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على 25 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة، واللي بيأتي في إطار حملة بلدك معاك اللي أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية في المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، استقبلت القوات البحرية وفد من القوات البحرية الفرنسية بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوغور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية. تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح اللي شهدتها القوات البحرية المصرية في الآونة الأخيرة. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة مطروح. فيها تم بدء التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة. في الوادي الجديد تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرى باريس ضمن حياة كريمة. كمان في المنيا تم استلام 2 طن من اللحوم البلدية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والنهاردة في البحر الأحمر هيتم الإعلان عن تنسيق المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح تم بدء التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 29 قرية وعدد من التجمعات بمطروح، وتم الانتهاء من معاينة 15 وحدة محلية قائمة و16 مركز شباب و26 نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية، وجاري استكمال المعاينات بمركز سيوة وباقي القطاعات الأسبوع المقبل. في سوهاج بتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لرفع المعاناة عن المواطنين الأكثر احتياجاً وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة في الخدمات الأساسية من مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن لمنازلهم، وتم الانتهاء من توصيل 4300 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية بمركز باريس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة والمحرومة اللي بتستحق الرعاية الطبية اللازمة، حيث تستمر على مدار يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة. في المنيا استلمت مديرية التضامن الاجتماعي 2 طن من اللحوم البلدية كدفعة تانية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من وزارة الأوقاف بمبادرة من المصريين للمصريين ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والأوقاف والتموين لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي تكافل وكرامة. في البحر الأحمر أكدت مديرية التربية والتعليم إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية اليوم الخميس، حيث تم تأخير إعلان نتيجة التنسيق حتى يتم الانتهاء من حساب الكثافات بالمدارس، وهيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ البحر الأحمر.
في الغربية أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الست أسابيع الأخيرة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 11244 حالة من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 750 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج. هنروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده ذروه الموجه الشديده الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره رطب انهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على اغلب الانحاء، معتدل على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس خصوصا النهارده ذروة الموجة شديدة الحرارة. بالتأكيد طبعا اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا ان اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة اللي بدأت من يوم الثلاث الماضي. بالفعل ارتفاعات متتالية وتدريجية في درجات الحرارة بدأت من يوم الثلاث، ذروتها ان شاء الله تكون اليوم وغدا. يعني بنتكلم ان درجة الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على القاهرة ما بين 39 ل 40 درجة مئوية، هيتم تسجيلها خلال فترات الظهيرة في الظل. طبعا هتوصل ل 44 و 45 على المحافظات الجنوبية، كمان السواحل الشمالية لها نصيب من هذا الارتفاع في درجات الحرارة، وان كانت طبعا هي الاقل لو قارناها بباقي مناطق الجمهورية. استمرار ارتفاع نسب الرطوبة معانا مع درجات الحرارة المرتفعة دي، ده يخلينا نشعر بدرجات حرارة أعلى من اللي هيتم قياسها بمعدل بيصل لثلاث درجات تقريبا. يعني هنشعر على القاهرة بدرجات حرارة ما بين 42 ل 43 درجة خلال ساعات النهار. طبعا ده بيأثر على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، هنبدأ خلال ساعات الليل نلاقي درجات حرارة بتكون على القاهرة ما بين 28 ل 29 درجة، يعني دي أقل درجة حرارة هيتم تسجيلها الليلة على القاهرة. دي بالتأكيد مرتفعة بشكل كبير عن المعدلات الطبيعية مع نسب رطوبة عالية، هتكون أجواء مائلة للحرارة أيضا خلال ساعات الليل. يمكن لاحظنا اليوم خلال ساعات الصباح الباكر تكون شبورة مائية على بعض المناطق الشمالية من الجمهورية. نقدر نقول أن طقس الجمعة غدا هيكون مشابه لطقس اليوم من حيث ارتفاعات درجات الحرارة، تكون الشبورة المائية، ايضا هدوء وسكون الرياح بشكل كامل. فعلا. ده هيساعد ايضا، مفيش نسمه هواء حتى واحنا جايين الفجر يا دكتور، مفيش حتى نسمه كده بسيطه، الجو فعلا زي ما بنقول مكتوم ومخنوق جدا. بالظبط، غدا هيكون مشابه للنهارده خلال ساعات الصباح وخلال ساعات النهار ايضا مفيش سرعات رياح خالص. ده هيساعد برضو او من ضمن اهم العوامل اللي بتساعد على تكون الشبوره المائيه وبتخلينا نحس اكتر بدرجات الحراره العاليه وبارتفاع نسب الرطوبه. لكن لو اتكلمنا انه مع بدايه الاسبوع ان شاء الله فيه انفراجه نسبيه، في تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائيه، وبالتالي هيكون معاها انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، مش هيكون انخفاض قوي. يعني بنتكلم ان يوم السبت القاهره ممكن تسجل ما بين 37 ل 38 درجه، هتكون درجات حراره ايضا مرتفعه، لكن هيكون في نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهوريه. ده اللي هيلطف الجو. بالتأكيد رطف الجو شوية، هيكون فرص الشبورة مش قوية زي اللي موجودة النهاردة أو بكرة، وممكن على يوم الأحد القادم يكون في بعض الارتفاعات في الأمواج على البحر المتوسط أو البحر الأحمر نتيجة هذا. قبل ما ننتقل ليوم الحد القادم أو بداية من الحد القادم، خلينا نتكلم على النهاردة، لأن النهاردة وبكرة وبعد احنا زي ما بنقول كده لونج ويك إند، لأن النهاردة أجازة رسمية، فأكيد ناس كتير قوي هتكون سافرت للسواحل الشمالية. حالة البحار إيه؟ وهل يا ترى ده آمن اليومين دول إن نزول المياه البحر المتوسط والبحر الأحمر كمان؟ بالتأكيد كون الرياح ساكنة وهادية على مدار ال 48 ساعة الحاليين، ده بيساعد بشكل أكبر على هدوء الأمواج على البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر. نقدر نقول أن اليوم وغدا ارتفاعات الأمواج على البحرين لا تتجاوز ال 2 متر، وبالتالي مؤهلين تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه والسباحة بالنسبة للمصيفين والمصطفين على الشواطئ. وطبعا دايما بنقول أنه برغم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بتظل السواحل الشمالية هي الأقل وهي الملاذ والمهرب من ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الداخلية.
طيب بالنسبه كمان حضرتك بتقول من الحد القادم يعني هتبدا من يوم السبت تنخفض درجات الحراره شويه، وبعد كده معدل درجتين لثلاث درجات، لكن بعد كده من يوم الاحد هتبدا كمان يكون في سرعات للرياح، فده هيؤدي ان احنا مش هنقدر ننزل الميه بشكل كبير، او ان احنا التوجه الى السباحه في البحار يعني البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر كذلك. مش هيكون في ارتفاع قوي في الامواج، ده هنأكده على مدار الايام اللي جايه، لكن طبعا الخرائط بتظهر تغير في نشاط وسرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط بدايه من يوم السبت القادم والاحد القادمين ان شاء الله. يمكن ايضا النشاط ده على مدار او بدايه الاسبوع اللي جايه هيكون موجود على العديد من المناطق الداخليه من الجمهوريه، فده ممكن يؤدي في بعض الاحيان الى ارتفاع بعض الامواج قليلا على مناطق من سواحلنا الشماليه وبعض مناطق من البحر الاحمر. ده يتم التاكد منه طبعا واعلانه في نشراتنا الفتره القادمه، واحنا بنتابع اكيد مع حضراتكم بشكل يومي. طيب بالنسبه لدرجه الحراره النهارده العظمى على القاهره 40، حضرتك بتقول دي هتكون اللي في درجه الحراره في الظل، الظل وتكون محسوسه كمان هتوصل ممكن ل 43؟ بالتاكيد ما بين 42 ل 43 زي ما قلنا هيخلينا نحس بيها اكتر هو الهدوء والسكون التام لسرعات الرياح اغلب ساعات النهار. خلال فتره الظهيره طبعا اللي هي بتكون من الساعه 1 او 12 ظهرا الى الساعه 4 او 5 عصرا، دي بتكون فيها الاشعاع الشمسي في اعلى مستوياته، ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، بنسجل فيها اعلى درجات حراره طبعا مع نسب رطوبه مرتفعه وهدوء في سرعات الرياح. كل العوامل دي مجتمعة هتخلينا نحس بدرجات حرارة أعلى من الـ40، هتوصل لـ42 ربما 43 بالنسبة للقاهرة. يعني ودي مستمرة النهاردة وبكرة معانا؟ إن شاء الله النهاردة وبكرة الذروة، يعني بنتكلم القاهرة المسجلة في الظل ما بين 39 لـ40 درجة. دايما برضو بنحب نوضح للمواطن أو المشاهد إن بالأمس سجلت كام بحيث يقدر يقارن ما بين الأمس واليوم ويتوقعه. لو اتكلمنا عن الامس سجلت القاهره ما بين ال 38 ل 37 درجه مئويه، يعني اليوم وغدا ارتفاع عن الامس بمعدل درجه لدرجتين في درجات الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، نبداها من القاهره العظمى 40 والصغرى 29، العاصمه الاداريه 40 28، اسكندريه 33 25، العالمين الجديده 33 24، مطروح 32 25، دمياط 34 27، بورسعيد 34 27، اسماعيليه 41 27، السويس 40 26، العريش 36 27، كاترين 34 19، طابا 37 27، حلايب 36 30، شلاتين 41 28، شرم الشيخ 41 29، الغردقه 40 30، الفيوم 40 26، بني سويف 41 27، الوادي الجديد 40 26، اسيوط 41 26، سوهاج 43 27، قنا 43 30، الاقصر 44 29، واخيرا اسوان 45 29. يعني النهارده وبكره هي ذروه الموجه الحاره، بنتمنى ان كبار السن والاطفال اللي ما عندهمش حاجه مهمه يا ريت، والنهارده اجازه رسميه فبلاش نتعرض لاشعه الشمس المباشره النهارده، ولو اضطرينا لده لازم نكون معانا غطاء للراس وشرب كميات كافيه من المياه، وان احنا طبعا نكون في اماكن بتتمتع بالظل عشان ما نتعرضش للاجهاد الحرقي. هرجع مره ثانيه لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليك دينا. شكرا ليك. لسه مكملين كلام عن الطقس، ويمكن زي ما كانت زميلتنا دينا بتتكلم وضيفها الكريم دكتور محمود القياتي، في موجه شديده الحراره بتشهدها المحافظات وهتكون ذروتها النهارده وبكره، وده نتيجه امتداد المنخفض القادم من الهند، ومركز المناخ اعلن عن مظاهر زراعيه متوقعه بسبب الحراره الشديده بجانب نصائح متعدده يجب طبعا اتباعها. طبعا احنا بقالنا فتره بنسمع موضوع الظواهر دي اللي هي منخفض الهند الموسمي ومرتفع وحاجات كتير قوي، بس مما لا شك فيه ان لها تاثير كبير جدا على النباتات والمحاصيل الزراعيه. معانا على التليفون دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ شادي، اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ بسنت، اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اهلا بيك يا فندم. ايه هي الاعراض والتاثير السلبي لارتفاع درجات الحراره على المحاصيل الزراعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نعرف بس ان النهارده 4 ابيب، يعني دايما المزارع بيربط الاوضاع بما فيها المناخ وتاثيره على الزراعات من قديم الزمن، ودي برضو من ضمن الحاجات العجيبه
اللي الناس ان المصري القديم المزارع قدر يوصف حاله المناخ ويربطها فعليا بحاله الزراعات. فاربعه ابيب، شهر ابيب هو اكبر واقوى شهور العام في الحراره، حتى اداله بعض الامثله، قال ان ابيب ابو اللهاليب او ابيب طيب. مش كان بقونا برضه يا دكتور؟ نعم، مش كان شهر بقونا هو اللي درجه الحراره بتاعته اكتر؟ لا بقونا، بقونا هو ابو الحراره الملعونه. ما هو طيب، بقونا وابيب الاثنين اخوات، ولكن ابيب باكتر في ايه برضه عشان الناس تكون واخده بالها؟ ابيب اكتر في حاجه اخطر شويه من بقونا. ابيب بيبدا 8/7 وينتهي 7/8 7 اغسطس، ودي يعتبر اقصى فتره في السنه في الحراره، لان هنا في كمان طاقه حراريه مصاحبه للحراره، لان اشعه الشمس الان عموديه على مدار السرطان، مدار السرطان ده تحت اسوان مباشره في السودان، وبالتالي الاشعه قصيره قويه درجه حرارتها اعلى، ده غير درجه الحراره المعلنه اللي هي 40 و42 والكلام ده، لا ده في اشعه شمسيه كمان، وبالتالي هنا بقى في مشكله كبيره. لما يحصل امتداد، لما الناس تسمع ان في امتداد لمنخفض العند الموسمي، وهو منخفض صانع صيف مصر من قديم الزمن، ولكن احيانا بيمتد شويه فيقوم يزود درجه الحراره شويه، هنا بقى في خطوره. الخطوره مش على النباتات وعلى المزروعات فقط عشان يبقى الناس واخده بالها، حتى الخطوره على المواطنين العاديين سواء كانوا مزارعين عمال، اي من يحتك بالشمس هنا في خطوره، يجب في احتياطات مهمه، وده الاستلام الشخصي قبل ما نتكلم على الزراعه. ايه بقى ايه بقى التحذيرات والنصائح والاحتياطات يعني المزارعين ياخدوا بالهم من الابيب؟ عدم الاحتكاك باشعه الشمس بطريقه مباشره قدر الامكان، قدر، وخاصه النهارده الجمعه هو اجازه والسبت اجازه، في الفتره من الساعه 11 صباحا للساعه 3 الا باحتياطات، واحتياطات صارمه، اللبس الفضفاض الفاتح، الكمام الطويله، غطاء الراس، شرب الميه، ازازه الميه ما تفرقش ايد اللي نازل ايد اللي واقف، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه تماما. يعني هل فعلا الملابس لما تبقى غامقه فعلا بتمتص الشمس اكتر، فده بيأثر على الانسان يعني؟ ده بجد جدا بتعمل ما يسمى بشبه اجهاد حراري، او احيانا اجهاد حراري كامل، والاجهاد الحراري مش لازم للناس يحصل لها ضربه شمس او يحصل لها مشكله، لا، الاجهاد الحراري تراكمي للاسف، يوم مره وبعد مره بعد مره يبتدي يحصل مشاكل، غير مشاكل الجلد. مشاكل الجلد دي مشاكل مهمه، عشان كده بنقول النصيحه دي لاهالينا المزارعين والغير المزارعين. دي نقطه مهمه جدا، وكمان عاده ان انا اكثر التراكم، يعني ما اقعدش ساعه كامله في وش الشمس، انقل كل شويه واقعد في الظل، اشرب سوائل وهكذا، ده اللي بيحتم عليه عمله ان يتبقى في هذا الجو. اما طبعا اللي مش ضروري يكون موجود في الجو ده، مش ضروري خالص، يعني مش ضروري خالص يكون موجود في الجو ده. انا بتكلم على النهارده وبكره، لان فعليا درجه الحراره عاليه، فعليا الطاقه الحراريه اعلى، فعليا كمان الرطوبه عاليه كمان، يعني هتحسس كمان بحراره زياده درجتين او ثلاثه غير المعلن. انا بتكلم في الظل، فدي نصيحه مهمه جدا لاهلنا يخلوا بالهم منها. هل في توقيت معين يقدروا يخرجوا فيه؟ يعني مثلا بعد الساعه 4 الجو هيبقى احسن شويه؟ بعد الساعه 5، لان النهارده بكره هيلاحظوا حاجه، هيلاحظوا ان في صهد، اللي انا بقول عليه بقى اللي هو الطاقه الحراريه عاليه، يعني مش يعني حتى الحراره لما تغيب، لما الشمس تغيب على الساعه 6:30 او 7 هيلاقوا ان في صهد، برضه صهد ده يعني يحسوا ان الهواء سخن قوي. فما يستغربوش بالمناسبه، والناس احيانا بيتكلموا كتير هو ايه اللي حصل في مناخ مصر، وحصل مثلا مناخ مصر ده من ايام اجدادنا، لما قالوا زي ما قلت من شويه ان بقونا يخلي الميه تغلي في المعونه، بقونا اللي هو شهر 6 طبعا. وابيب اللي لسه قايلين دلوقتي طيب الزبيب، حط العنب في الشمس هيطيب لوحده كانه في فرن. نرجع بسرعه بس معلش لاهالينا المزارعين، لان في بعض النصائح المهمه جدا، وربنا طبعا يحفظهم ويحفظ ارزاقهم يا رب. وكمان انا بشكر حضراتكم جدا، ان دي مسؤوليه مجتمعيه محترمه انها توصل، يعني كانكم بالظبط بتاع ارشاد محترم. اكيد طبعا. صباح الخير يا مصر. فطبعا اول حاجه تقريب فترات الري، دي مهمه جدا لكل الزراعات، وخاصه اللي لسه مشتوله جديد، الطماطم، الفلفل، الخضار، الفاكهه، احيانا ده موسم الشتل الجديد، الزراعه الجديده، دي نباتات صغيره مش هتتحمل نقص الميه وبالتالي هتموت، يبقى انا ببذل جهد وتكلفه على الفاضي. فهنا تقريب فترات الري، احيانا في الطماطم ممكن اروي على مرتين لو بالتنقيط، مره صباحا ومره مساء، مهم جدا اضيف بعض المركبات زي البولفيك ونطريات المغنيسيوم. الثمار المانجو والثمار الرمان بالتحديد الاثنين هيتعرضوا لما يسمى بلسعات الشمس، الثمار الموجهه ناحيه الابل ناحيه الشمس، لازم انا ارش بروشات المونيوم، ارش بجير مخفف، ارش بسيليكات البوتاسيوم، يوم يعمل حمايه للثمار قدر الامكان. ان شاء الله هيبقى بشره كويسه، اللي فيه انكسار واضح بدايه من يوم الاحد، هنرجع ثاني 37 في القاهره، وطبعا الصعيد للاسف عنده تاثير منخفض الهند الموسمي،
ومنخفض السودان الموسمي، فدايما هناك الحراره عاليه. عشان كده هتلاقي حاجه بس مهمه، ان اهالينا في الصعيد ملتزمين جدا بموضوع اللبس، لبس ابيض فضفاض كمام طويله لوحديهم، غطاء راس الشد ده، الناس هناك على الفطره. لازم بقى اهل القاهره وبحري يعودوا نفسهم على كده، لان ده برضه مع تغير المناخ بدا يبقى فيه ارتفاع واضح في الحراره، فالناس تلتزم قدر الامكان، وان شاء الله الدنيا تعدي على خير وربنا يحفظ يا رب. يا دكتور محمد، دكتور محمد، احنا بقالنا فتره في ارتفاع درجات الحراره، مش السنه دي بس، وبقالنا كام سنه. وزاره الزراعه ازاي بتتعامل مع هذا الامر؟ وهنا عايزين نتكلم بشيء من التفصيل عن الخريطه الصنفيه بالنسبه لاغلبيه المحاصيل الزراعيه اللي بتزرع في هذا التوقيت. ازاي بنهتم بهذا الامر، وازاي بيتم توزيع هذه الخريطه بشكل يتناسب مع كل محافظه؟ انا بشكر حضرتك على الطرح ده جدا يا استاذ شادي، جدا كمان، لان طبعا طالما قلنا مناخ وتغير مناخ، ودي اجواء برضو مش دي اجواء مستجده، ان الصيف يكون شديد الحراره. صيف مصر اسمه حار جاف، كان بقى صيفه كده، دلوقتي بقى شديد الحراره بسبب تغير المناخ. كان حر جاف صيفا لو حضرتك. لا ما انا بقى من خلالك بقى هقول النصيحه دي، الصفحه اللي فيها بقى الوصف ده اللي هو حار جاف صيفا دافي ممطر شتاء، يا ريت الناس يقطعوها من كتاب الجغرافيا تتغير. وانا وده مش هزار، ده مش تتغير، ده في مفاهيم وممارسات كتير لازم تتغير على مستوى المواطن البسيط وعلى مستوى المؤسسات المسؤوله كمان. اول مؤسسه الزراعه، اي اجراء ضد التغير المناخ لازم يكون اجراء استباقي، يعني لازم يكون بدري معمول من فتره. فالحمد لله وزاره الزراعه بمراكزها البحثيه تنبهت لهذا الامر، فبدا يبقى في استنباط لاصناف متوافقه مناخيا قدر الامكان. ما حدش يقدر يقول ان كل الموافقه 100%، ما فيش دوله في العالم تقدر تتوافق مع المناخ 100% مع تغير المناخ خالص. متوافقه مع تغير المناخ يعني اصبحت قصيره العمر، الذره اللي كانت بتقعد 125 يوم و130 يوم مش معقول تقعد 130 يوم كلهم في الحر، فحصل استنباط اصناف مش بتقعد 100 يوم، 95 يوم يحصل الحصاد، وبالتالي قدر الامكان بنقلل الفتره اللي تتعرض فيها الذره بالذات في اخر بقوله وابيب اللي هو سبعه واول متر، وبالتالي هنا بنحافظ قدر الامكان على الانتاجيه. النقطه الثانيه المهمه، ان اصبح في هناك اصناف للخضر اسمها ذات عقد حراري، يعني انت زمان من حوالي 10 سنين و15 سنه، بالمناسبه موضوع الطماطم المجنونه كان المقصود بها ان بتيجي فتره معينه لما الجو يبقى حر قوي نلقى الانتاج قل قوي فسعرها يزيد، فسموها مجنونه. هي مش مجنونه، هي عقله، هي شايفه ان الجو حر مش هتقدر تتاقلم، ما بتجيبش ثمار، فالناس كانوا بيسموها عكس طبيعتها. فده بالنسبه للطماطم وبالنسبه لاستنباط الاصناف. النقطه المهمه الثانيه، ودي نقطه مهمه جدا، تحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط، بدا كثير من المزارعين يتبنوا هذا المفهوم في كمان البساتين بالتحديد الفاكهه. ليه؟ لان لو الجو حر وجا موجه زي كده وانا روي بالغمر من ثلاثه مش هقدر اروي ثاني، الارض هتطين مني زي ما بيقولوا الفلاحين. فلو ري بالتنقيط سهل جدا افتح ريه سريعه، فالري الحديث في يعني الأراضي. الري بالتنقيط يا فندم مهم للنبات في ظل ارتفاع درجات الحراره؟ جيد، ده هو احد خيارات التاقلم مع تغير المناخ. عشان كده الدوله من حوالي سنه سنتين فكرت انها تعمل زي مبادره او مشروع قومي كبير على مستوى كل الاراضي في القديمه، الاراضي الجديده كده كده بتستوي بالري الحديث بالتنقيط او بالرش، الاراضي القديمه بقى اللي بتستوي بالغمر قالت خلاص انا عاوز احدث الري على قد ما اقدر في مساحات كبيره، حتى بدات بالقصب وقالت مع الري مع الزراعه هنعمل هذا الشغل، ولسه طبعا في بدايته. كمان البساتين اللي هي الفاكهه في الاراضي القديمه برضه ماليش دعوه بالاراضي الجديده، قالت نبدا بالاثنين دولت بحيث يبقوا حتى بروتوتايب او 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 تجريبي نعرف مشاكل الري الحديث في الدلتا ايه وفي الوادي ايه. فده نقطه مهمه اللي هو اسمه الاوبشن رقم اثنين او الخيار رقم اثنين، ان انا اتحول الري الحديث. وخلي بالنا برضه الناس البسيطه اللي بتسمعني حتى لو مش مزارع، الدولة المصرية دولة يعني بدأت تنتبه جيدا لموضوع تغير المناخ، ولما الناس قالوا ان في مؤتمر في شرم الشيخ يا جماعة في نوفمبر 22 وكان الكلام كتير، معظم الناس ما كانتش منتبهة، كأن تغير المناخ ده مثلا بنتكلم على مع احترامي يعني بنتكلم على منتدى او مؤتمر للفضاء، انا بتكلم على حاجة بتمس حياة الناس. الرئيس السيسي في كل منتديات المناخ كان بيقول جملة مهمة جدا، ان تغير المناخ قضية وجودية، يعني قضية ممكن تأثر على وجود الناس. شفنا عاصفة دانيال في ليبيا مسحت مدن كاملة على حدود مصر ونزلتها البحر، عواصف كتير وأعاصير كتير. فتغير المناخ مهمة، والأهم منه هو توطين ثقافة تغير المناخ زي حضراتكم ما بتعملوا دلوقتي في صباح الخير، وأنا بشكركم جدا طبعا.
طيب احنا دلوقتي داخلين على موسم المانجا، احكي لنا عن هل اتأثرت بشكل كبير كمان، هل محصول المانجا ممكن يتأثر في ظل طبعا ارتفاع درجات الحرارة ولا ايه؟ احكي لنا اكتر. انا مش عارف انت حضرتك اخترت المانجا ليه، بس واضح يعني انك بتحب المانجا. كل المصريين بيحبوا المانجا. بالنسبه للمانجا خلي بالنا برضه الحمد لله نطمن الناس شويه، اني انا دلوقتي في موسم ما قبل النضج مباشره لمعظم الاصناف البلديه، الاصناف البلديه اللي احنا العويس والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. وبالتالي طالما المانجا دخل في مرحله النضج موضوع الحر يمكن ما يعملهاش مشكله، لان كمان ما بتحتاجش ميه كتير كذا كذا، فدي ما فيهاش مشكله، وبالعكس هيعمل بقى حاجه انها يبتدي يعمل نضج سريع. وبنصح اهالينا مزارعي المانجا ما تستعجلش لو سمحت، هم بيستعجلوا وممكن يقطف المانجا ويعملها نضج صناعي. لا، هو مع هذه الاجواء الصهد والحراره عاليه هيبتدي يحصل تسريع في النضج، وده بقى كمان هيعمل لك حركه ان هيكتر المعروض. يعني مش عايز اقول حاجه دلوقتي تزعل الناس، ما المعروض لما يكتر الاسعار بتقل شويه فالمستهلك هيفرح بس المنتج هيزعل. فعشان كده بلاش النضج الصناعي، سيبها تستوي براحتها. يعني انت تنصح دلوقتي الناس اللي بتشتري مانجا انه المانجا الموجوده دلوقتي دي مش مستويه؟ لا، مش هقول مش مستويه، ما زي الموز، ما الموز بيحصل نضج صناعي، بس يعني انا قصدي ان بعد فتره قليله من هذه الموجات هنلاحظ بقى ان بدا يبقى في نضج طبيعي، بيبان من الريحه، انت لما تمسكي المانجا وتشمي الريحه تعرف ان ده نضج طبيعي تماما. الاصناف الاجنبيه، ودي بقى النقطه المهمه لاهلنا المزارعين بقى المره دي مش المستهلكين. الاصناف الاجنبيه المعروفه يعني طبعا نعومي والكيت والكنت والكلام ده كله، خلينا في العويس جدا عليها، مش احلى منها. شكرا ليك طبعا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، كل الشكر ليك. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم وابرز الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار اليوم أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وده بدلاً من الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية. النهارده وفقا لما اكد عليه قطاع المعاهد الازهريه هيتم عقد امتحان ماده الصرف للقسم الادبي بالثانويه الازهريه نافيا تاجيل الامتحان بسبب تزامنها مع اجازه العام الهجري، وشدد القطاع على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بعقد الامتحان في موعده المقرر سابقا. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين من عمر مسابقة الدوري المصري. المباراة الأولى تجمع بين طلائع الجيش والزمالك في تمام الساعة 9 ليلاً في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع 16. المباراة الثانية تجمع بين المقاولين العرب وفيوتشر في تمام الساعة 9 في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. الإمام محمد عبده الذي قال له الأفغاني أي أبناء الملوك أنت؟ النهاردة ذكرى وفاة الإمام محمد عبده رائد التجديد وأحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي، واللي ساهم في إنشاء حركة فكرية تجديدية للعديد من القضايا. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الرحلة الفكرية للإمام محمد عبده. تحل اليوم 11 من يوليو ذكرى وفاة الإمام محمد عبده رائد التجديد وأحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي، الذي ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية لإحياء الأمة الإسلامية وتحرير العقل من الجمود. ولد الإمام محمد عبده في عام 1849 بقرية محلة نصر بمركز شبرخيد بمحافظة البحيرة، وفي 1866 التحق بالأزهر، وفي عام 1877 حصل على العالمية وعمل مدرساً للتاريخ بمدرسة دار العلوم، وفي عام 1882 اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي لبيروت لمدة 3 سنوات، وسافر بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغاني إلى باريس في عام 1884، وهناك أسس صحيفة العروة الوثقى. كان الإمام محمد عبده أحد أعمدة التجديد في الفكر الإسلامي وأحد دعاة الإصلاح وواحداً من أعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة الذين حرروا العقل العربي من الجمود الذي أصابه لقرون.
كذلك شارك الإمام محمد عبده في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر وبعث الوطنية بالقول والعمل، وكان ممن شاركوا في ثورة عرابي، وكان أحد أقطاب مدرسة إحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. في عام 1889 عين الإمام محمد عبده قاضياً بمحكمة بنها، ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ثم محكمة عبدين، ثم أصبح مستشاراً في محكمة الاستئناف. وفي 3 يونيو عام 1899 صدر مرسوم الخديوي، وقعه الخديوي عباس حلمي الثاني بتعيين الإمام مفتياً للديار المصرية، وكان منصب الإفتاء قبل ذلك يضاف لمن يشغل وظيفة مشيخة الجامع الأزهر، وبهذا المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر. وصار الشيخ محمد عبده أول مفتي مستقل لمصر معين من قبل الخديوي عباس حلمي، وقد أصدر الإمام 944 فتوى استغرقت المجلد الثاني من سجلات مضبطة دار الإفتاء بأكمله. وفي 25 يونيو عام 1890 عين عضواً في مجلس شورى القوانين، وفي عام 1900 أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات، إلى أن كانت نهاية المسيرة الحافلة في 11 يوليو عام 1905، وهو اليوم الذي رحل فيه الإمام محمد عبده. النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى رحيل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة، أحد رموز الصحافة المصرية، وكان صاحب قلم مميز وله مواقف سياسية وفكرية تميزت كتاباته بالسلاسة والوضوح والعمق، وكمان اشتباكها مع القضايا المهمة. هنشوف دلوقتي تقرير عن الراحل سلامة أحمد سلامة. تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة، الذي لم يختلف أحد على مصداقية قلمه ومواقفه، وتميزت كتاباته بالسلاسة والوضوح والسهولة والعمق واشتباكها مع القضايا الهامة. ولد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة في عام 1932، والتحق بكلية الأداب قسم الفلسفة، وتخرج في 1953، وحصل أيضاً على ماجستير الصحافة والإعلام من جامعة مينيسوتا الأمريكية في عام 1967. بدأ صحفياً في أخبار اليوم بعد عام من تخرجه، وعمل بها بقسم الشؤون الخارجية ثم مراسلاً لها في ألمانيا، ثم انتقل لجريدة الأهرام وعمل بقسم الشؤون الخارجية. وخلال عمله بها سافر مجدداً لألمانيا في عام 1969 للعمل مراسلاً لها، كما عاد للعمل في قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام وتولى رئاسته، ثم صار مدير تحرير ونائب رئيس تحرير الأهرام من عام 1987 إلى عام 2009، ثم ترأس تحرير مجلة وجهات نظر من عام 1999 إلى عام 2008، وكان أول رئيس تحرير لمجلة وجهات نظر. كان آخر منصب يشغله هو رئيس مجلس التحرير لصحيفة الشروق، وأنهى فيها مسيرته، وظل محتفظاً بعنوان عموده الصحفي الذي كان يكتبه منذ أوائل الثمانينيات في جريدتي الأهرام ثم الشروق، وهو من قريب. إلى جانب مقالاته فإن له مجموعة من الكتب تناول فيها تطورات الأوضاع في مصر والمنطقة العربية، مثل المناطق الرمادية والشرق الأوسط الجديد والصحافة على سطح صفيح ساخن. كما حصد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة العديد من الجوائز. ورحل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة عن عمر ناهز 80 عاماً بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة. رحم الله الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام،
مؤكدا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية، موجها بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية. تواصل اليوم اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها اليوم الثاني على التوالي للتناقش مع الوزراء حول بنود برنامج الحكومة. وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة في اليوم الأول من اجتماعاتها بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين. وطالبت اللجنة الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، وكذلك إزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار. أعلن مصدر رفيع المستوى أن مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ستتواصل اليوم بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. وأفاد المصدر أنه تم عقد اجتماع رباعي بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي ترأس وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملياته في حي شجاعية شرق مدينة غزة بعد نحو أسبوعين من القتال. وزعم بيان لجيش الاحتلال أن قواته دمرت 8 أنفاق وقضت على عشرات العناصر التابعة لحركة حماس. يأتي هذا في الوقت الذي نزحت فيه عائلات فلسطينية إلى وسط قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في شمال القطاع. تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود. وأوضحت مصادر لبنانية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات العديسة وعيت الشعب ورمية تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب. ومن جانبه أعلن حزب الله إطلاق مسيرات انقضاضية انفجرت في الجولان المحتل ما أدى لوقوع إصابات في قوات الاحتلال. كما أعلن الحزب استهداف مستعمرة شتولة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل اللبنانية. أعلن قادة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو أن العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقا عميقا للحلف. وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن الصين أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه قادة دول الحلف منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في القتال ضد روسيا. ورياضيا، فازت إنجلترا بهدفين لهدف على هولندا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا. وتقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة 7، ثم تعادلت إنجلترا بهدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18. وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن البديل وات كاينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى في الوقت بدل من الضائع
ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث تلتقي إسبانيا الأحد المقبل. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. رحب بحضراتكم من جديد، وتكلمنا في بداية البرنامج عن المبادرات الرئاسية اللي حققت طفرة كبيرة في قطاع الصحة، عملت كمان تدخلات سريعة للكشف المبكر وعلاج العديد من الأمراض، منها طبعا الأمراض السرطانية. بكل تأكيد هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأهمية اكتشاف المرض في مراحله الأولى، كمان النتائج اللي تحققت من هذه المبادرة، مع ضيفنا الدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البداية لو نتكلم عن هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة، امتى تم اطلاقها وحصيلة هذه المبادرة خلال الفترة اللي فاتت؟ طيب، هذه المبادرة هي استمرارية لمبادرات كثيرة بتقوم بها وزارة الصحة للكشف المبكر عن الأمراض المهمة والتي نهتم باكتشافها في مراحل مبكرها يعني تقليل العبء على المواطن وعلى الدولة وعلى المنظومة الصحية كلها. دي مبادرة جديدة بعد نجاح مبادرة فيروس سي، ثم مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الكبد. دي مبادرة جديدة هدفها الكشف المبكر عن 4 أنواع مهمة من الأورام، هي أورام القولون والبروستاتا والرئة وسرطان عنق الرحم. بدأت من سنة بالضبط، انطلقت في على مدار مرحلتين حتى الآن، في 9 محافظات في المرحلة الأولى، ثم 9 محافظات تانية في المرحلة الثانية، ومنتظرين إن شاء الله الفترة القادمة تتشين المرحلة الثالثة بحيث نغطينا جمهورية مصر العربية كلها. يمكن أي حاجة بتواجه أو أي تحديات ممكن تواجه أي مبادرة هي الرفع الوعي، أو أنه الناس تبقى عارفة عن المبادرة أكتر عشان يقوموا بالفحص. فإزاي النهاردة بيتم الإعلان عن هذه المبادرة لجذب عدد كبير من الناس أنهم يقوموا بالفحص؟ الحقيقة إحنا بنقوم بأعمال كثيرة هدفها التوعية وهدفها نشر الوعي عن أهمية المبادرة. احنا يعني ما بنوقفش اي جهود من احنا ننزل بقوافل طبيه في مؤتمرات في اي محافل فيها ناس من المواطنين كتير بتبقى موجوده، ننزل نتكلم معاهم في مناطق شعبيه، نتكلم عن اهميه الكشف المبكر، لان في مشكله عندنا ثقافيه وهي موجوده في العالم كله، الناس بتخاف من كلمه السرطان والكشف المبكر، يقول لك انا كويس ما بشتكيش، ليه انزل ادور على حاجه جوايا وانا ما عنديش اي شكوى. الحقيقه هي فكره الكشف المبكر دايما ان احنا بننقي الامراض، ومش بناء على راينا، بناء على دراسات عالميه اللي معروفه ان احنا لما بنكتشفها بدري قبل ما يكون في اعراض، بناء على معطيات، يعني احنا مش بنعمل كشف مبكر لكل الناس، احنا بنعمل استبيان لكل الناس، وبناء عليه بيبقى في فئات مستهدفه احنا عارفين ان دولت نسبه الاصابه عندهم اعلى شويه، وبالتالي لما بنكتشف ده بدري بنقدر ان احنا نتحكم في هذا المرض ونمنع حدوثه ساعات او نعالجه في مراحل مبكره بطرق خفيفه خالص. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا حتى الان في السنه اللي احنا مشينا فيها حتى الان عندنا مثلا نتوءات صغيره ظهرت في مناظير قولون تم استئصالها بالمنظار وانتهى الموضوع، منعت حدوث ورم كان ممكن يؤدي الى استئصال جزء من القولون وتلقي علاج كيماوي، منعته بمنظار تم استئصال نتوء صغير، وده ما كانش ليه اي عرض، بدون اي اعراض. بدون اي اعراض احنا بنكتشفه ان احنا بيبقى في فئات مستهدفه زي ما قلت لحضرتك، بناء على شريحه عمريه، بناء على تاريخ مرضي. بنعمل لهم تحليل مثلا بالنسبه للاورام او الكشف المبكر عن اورام القولون، بنعمل تحليل دم خفي في البراز، لو طلع ايجابي ساعتها بنقول لا تعالى نعمل منظار، احتمال كبير ما يطلعش فيه حاجه او يطلع حاجات حميده، ولكن في احتمال موجود انه يبقى بدايات نتوء حاجه نويه الكون اللي بنسميها ساعات المرحله الصفريه، مش احنا بنقول الاورام في مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه، عندنا حاجه اسمها المرحله الصفريه، ان هو النتوء كان في خلايا نويه الكون ولكن استأصلتها وهي لسه حاجة بيبي، يعني حاجة لسه مهمة جدا على لسه بتتكون، وبالتالي قدرت أمنع حدوث هذا المرض عند المواطن.
طيب حضرتك اتكلمت دلوقتي عن فئات مستهدفة، طبعا يعني عمر معين أو تاريخ مرضي معين، ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن النقطة دي عشان المشاهدين اللي بيتفرج علينا النهاردة ولو هو حس في الفئة دي يروح يعني يستفيد من المبادرة. ممتاز. إحنا المبادرة بتستهدف أي حد من فوق 18 سنة بيملى الاستبيان. الاستبيان هدفه هنا أن إحنا ألغي العوامل الفردية أو أي واحد وأراءه الشخصية. الاستبيان ده بياخد معطيات من المواطن بناء عليه بيقول انت مستهدف لكشف مبكر عن واحد او اثنين او ثلاثة من هذه الاورام. بس احنا خلينا نقول مين بقى اللي المهم قوي لازم يروح. الناس اللي فوق ال 40 سنة او فوق ال 45 سنة، بالذات في الرجالة عند عشان الكشف مبكر عن اورام البروستات، المدخنين، يعني قصة التدخين ده جزء مهم جدا في المبادرات الرئاسية لأن هي أهم مسبب للأورام الرئة وهو شيء قابل للمنع، يعني وده بالنسبة لنا بنسميه من البريفنتبل كانسرز أو الأورام اللي احنا نقدر نمنعها عن طريق ان احنا نبطل بعض الأساليب زي التدخين وإن احنا كمان نحمي نفسنا في العمل في بعض الأعمال اللي بيتعرضوا لأبخرة أو بعض المواد اللي ممكن تكون مسرطنة استخدام الوسائل الحماية. احنا شعب بيحب دايما يبان ان هو جدع وما بيهموش الدخان ولا يهمه ولا يلبس ماسك ولا يلبس، لا الحاجات دي مهمة جدا لان تراكمات هذه الأبخرة وهذه العوادم السلبي كمان او التعرض طبعًا بشكل طبعًا غير مقصود، فما بالنا بقى بالناس المدخنة. التدخين السلبي الحقيقة ان هو مسبب زيه زي اللي بيدخن بالظبط، واحنا الحقيقة معدلات التدخين السلبي في مصر عالية جدا لان الناس في الاماكن العامة برضو بتدخن، فناس كتير قوي في المطاعم في القهاوي الناس اللي ما بتدخنش بتتعرض كتير للتدخين وده جزء مهم من مؤثرات الإصابة. طيب من نتائج المبادرة ودي حاجة مهمة حضرتك أشرت ليها دلوقتي ان احنا اكتشفنا انه في فئة عمرية معينة هي دي اللي بنجري عليها بعض الفحوصات. مظبوط. عدد الناس اللي تم فحصهم قد ايه سواء من السيدات او من الرجال ونتيجة الفحص خلال السنة دي كان ايه؟ والله احنا تقريبا في خلال السنة دي وصلنا لتقريبا 5 مليون استبيان. 5 مليون استبيان ده بيطلع منه على حسب كل نوع او ورم مستهدف أعداد مختلفة من الناس، يعني يمكن 150 ألف مواطن كان مستهدف بالكشف المبكر عن أورام الرئة بعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية منخفض الشدة، أكتر من 50 ألف كان مستهدف بالكشف المبكر عن أورام القولون. كل دي أرقام. خد بال حضرتك احنا مش بس كمان الهدف الكشف المبكر، واحنا شغالين كمبادرة احنا كمان بنقيم البنية التحتية اللي موجودة، إذا كان في مكان محتاج مستلزمات، إذا كان دكاترة محتاجين تدريب في كل المناطق الجمهورية. حضرتك بتقول 5 مليون على جميع السرطانات. مظبوط يا فندم. طيب ده عظيم جدا. مركز الأورام يا دكتور بجامعة المنصورة حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. خلونا نتكلم ونعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم، أهلا بحضراتكم، أهلا بالدكتور خالد، وصباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. يمكن دكتور خالد كان لسه بيتكلم دلوقتي عن نسب والأرقام، الاستبيانات كانت حوالي 5 مليون، لو نقدر نتكلم عن الأرقام اللي يعني عايزين أو مستهدف تحقيقها من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بالتحديد كام يا فندم؟ هو حضرتك طبعا أنا مع الدكتور خالد ولكن كان ده طبعا خاص بالمبادرات الرئاسية اللي بتشمل أورام كتيرة بالظبط، ولكن اللي احنا بنتكلم عليه في مركز أورام المنصورة هو المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة المرأة اللي هي ابتدت، ودي كانت أول مبادرة تبتدي وابتدت في شهر يوليو سنة 2019 وحقيقي كان الهدف زي ما الدكتور خالد أنا سمعته حقيقي في التليفون إن هو بنزود الوعي وبنزود الإمكانيات وبندرب الدكاترة، وجايز هو مركز أورام المنصورة من المراكز المتخصصة في هذا المجال وموجود في الدلتا، فكان هو المكان اللي كان كل الناس بتروح عليه، فعلشان كده الحمد لله رب العالمين احنا حققنا إلى حد كبير المستهدف. كنا أعلى ناس في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لاكتشاف أورام الثدي عند المرأة. فمثلا هنيجي نلاقي ان اعداد المترددين اللي كانوا جايين لنا من الوحدات الاوليه وصل حوالي 22 ألف حاله،
ولو وصلنا ان احنا اكتشفنا حوالي 3680 حالة مصابة بسرطان الثدي في خلال هذه المبادرة. طبعا الاعداد دي احنا مش بنشخص، احنا بنكتشف ناس نتيجة الوعي ان هم ما كانوش بيشتكوا من حاجة، ولكن بعد الوعي والفحص الاولي والحاجات دي تم اكتشاف ان هم فعلا مصابين بسرطان الثدي. طيب دكتور وليد، ازاي تم التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا الحالات دي بتتم على طول، بتيجي لنا من الوحدات او المستشفيات المركزيه المحيطه بينا، بيتم على طول عمل الاشعاعات اللازمه والعينات اللازمه، ثم اللي له بعض العلاجات بياخدها سواء علاجات كيماويه او علاجات موجهه، واللي بيكون له عمليه بيتم عملها مباشره، وده كله بيكون بالتعاون مع المبادره الرئيسيه، لان هي بتسجل كل الحالات دي وحقيقي بتقدم لنا كل العون في علاج المرضى دول. طيب انتوا جامعه المنصوره حصدت المركز الاول، عايز اعرف ايه الخدمات او ايه الخطه اللي تم العمل عليها للوصول للمركز الاول على مستوى الجمهوريه في تحقيق المستهدف من هذه المبادره، وازاي كمان بتدربوا الدكاتره يا فندم؟ هو حقيقي طبعا هو ده تعاون ما بين وزاره الصحه والجامعه، لان طبعا زي ما انت عارفه ان مركز اورام المنصوره هو تابع لجامعه المنصوره. طبعا وزاره الصحه في المستشفيات وفي الوحدات الصحيه قامت بتدريب الاطباء على كيفيه فحص المراه والتوعيه والارشادات اللازمه ان احنا مين المستهدف من المبادرة دي، علشان ان احنا نقدر نعمل اكتشاف مبكر وليس اكتشاف في مراحل متأخرة. فطبعا اول ما بيتفحص في الوحدة الاولية ولو في اي اعراض او اي حاجة شافها الطبيب في الوحدة او في المستشفى المركزي بيحوله على طول الى مركز اورام المنصورة. مركز اورام المنصورة محدد عيادة للمبادرة لوحدها، مش عيادات الكشف بقى، لا ده دولي اللي بيبقوا جايين من المبادره، بيبقى قاعد فيها عضو هيئه التدريس بيقوم بالكشف مره اخرى على الحاله، ولو محتاجه اشعه على طول بيعمل لها اشعه وبيعمل لها الفحوصات، ولو شك في وجود اورام بيتم التعامل معها مباشره، ولو كان الحمد لله كانت الشكوى حاجه حميده فبيتم بنطمن المريض وبنقول له على الفترات اللي هو المفروض يتابع. وكشفته على حاجه و20 الف سيده بالظبط كده، 22000 سيد. طيب دكتور وليد، بالنسبه للاستبيان وبالنسبه للاشعه، واكيد في فحوصات وتحاليل وكشوفات، ولو تاكدنا زي ما حضرتك ذكرت انه في بالفعل سرطان للثدي، ازاي بيتم التعامل مع الحالات؟ حضرتك قلت ان احنا بنكشف عليها وبنقدم الدعم اللازم والمطلوب، ولو في عمليات بنقوم باجرائها. الرسوم عامله ايه؟ لان برضو دي حاجه من ضمن الحاجات الدكتور كان بيتكلم عنها دلوقتي، انه احنا بنخاف. تمام، ده مهم جدا بقى ان احنا نوضحه، انه كل ده بيتم بدون دفع. تمام، كويس جدا ان احنا نشير الى هذه النقطه عشان نشجع الناس اكتر، لانه حتى الدكتور خالد كان بيقول يا فندم لو تسمح لي، يعني مثلا احنا المريض العادي اللي بيجي يكشف في اي مؤسسه حكوميه بيكشف بتذكره رمزيه مثلا، المريض اللي من المبادره بيجي بس بورقه المبادره، ولا يتم حتى قطع التذكره الرمزيه. الورقة الخاصة بالمبادرة بتتم مجانا، بيخش له تراك خاص بيه، ما بيصرفش أي حاجة على الإطلاق. طيب عظيم جدا، لأنه كان الدكتور خالد بيقول دلوقتي أنه جزء من الموضوع أن أنا إيه سليم وما عنديش أي أعراض، إيه اللي يخليني أروح أن أنا أكشف وأجيب لنفسي بقى وش وجع دماغ وأكتشف أن أنا عندي حاجة فكمان هيبقى فيه فلوس؟ لا، فإحنا الحمد لله المبادرة بتتكفل بكل شيء يا دكتور. اي بالظبط كده، دي مجانيه تماما، سواء علاج سواء عمليات سواء كشف سواء اشعه سواء عينات سواء تحاليل، كل ده بالمجان. نشكرك دكتور وليد النحاس مدير مركز الاورام بجامعه المنصوره، ونرجع مره ثانيه لضيفنا العزيز الدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه، وكنا بنتكلم عن انواع السرطانات المختلفه اللي بتشملها هذه المبادره، وحابه اعرف من حضرتك ايه اخطر انواع السرطانات. طيب يعني هو ما فيش او سرطانات مش خطيره، هو الخطر هو اكتشاف المتاخر لاي ورم. يعني أنا عندي ورم خطير واكتشفته بدري زي أورام الرئة، أورام الرئة من الأورام الخطيرة، اكتشافها في مراحل مبكرة بيؤدي لنسب شفاء تفوق 90 و95%. أورام البروستاتا قد تكون أقل خطورة، والحقيقة إحنا دي من الأورام اللي لما بنكتشفها حتى في مراحل متأخرة عندنا علاجات
بتقدر تتحكم في هذا المرض لفترات طويلة جدا. ولكن خلينا نتكلم بطريقة شمولية أكتر. إحنا كمنظومة صحية لما نصرف فلوسنا كلها على مراحل متأخرة كتير، الفلوس دي مش هتقضي أن أنا أعرف أعالج الناس كلها. وبالتالي أي دولة والدول المتقدمة كلها بتبذل جهود أنها تصرف في فكرة الكشف المبكر لأسباب كتيرة. أولا المواطن هو الهدف رقم واحد، أن هو يعيش، وأن هو لو عنده حاجة. هو احنا بالمناسبة مش بنمنع حدوث حاجة، هي لو انا ما كشفتش في الكشف المبكر فانا هكشف كمان سنة لما اكتشفها متأخر. وبالتالي اكتشافها مبكرا بيؤدي الى نسب شفاء اعلى، استخدامنا للعلاجات المزعجة اقل، تكلفة اقل على الدولة، وعبء اجتماعي واقتصادي على الفرد اقل. لان اي حد بيصاب بهذا المرض العيله كلها بتتلخبط، اقتصادات المنزل كلها بتتلخبط. وبالتالي دي كلها فوائد. انا بصرف دلوقتي فلوس عشان قدام هوفر كتير على مستوى الدوله وعلى مستوى المواطن، وطبعا الاهم هو صحه المواطن. طيب ده عظيم جدا. ايه العلامات الاوليه للاصابه بالسرطان؟ حلو قوي. احنا طبعا في المبادره احنا مهتمين بالكشف المبكر، ولكن كمان ان احنا لما يكون في حد عنده بدايات اعراض نبتدي ان احنا نوجهه صح للكشف عن هذا المرض. بالنسبه مثلا لاورام القولون، فقدان الوزن او امساك مستمر او اسهال مستمر او وجود دم في البراز، يعني احد العلامات اللي موجوده في الاستبيان اللي بخلال نوجهه لعمل منظار قولون اللي يكون فيه دم في البراز، او ان احنا مثلا في اعراض رئويه يعني مستمره لفترات طويله، الساعات المواطن يسميها ايه، كحه سجاير، هو لا ان في سعال مستمر، او ان احنا في بلغم معرق بدم، او ان احنا في قرشه نفس مستمره لفتره طويله، ده برضو لازم ان احنا بسرعه نتوجه لعمل اشعه. عند الناس اكبر سنا اعراض اللي هي البروستاتا المزمنه، ان انا بخش حمام كتير بالليل، او ان انا البول بيقطع معايا. بالنسبه للسيدات وعنق الرحم، طبعا السيدات اللي عندهم بعض الافرازات المستمره برضو لازم تكشف. وان كان احنا في الكشف المبكر عن اورام عنق الرحم، الحقيقه ان احنا بنعمل كشف مبكر عن الفيروس المسبب لهذا الورم. فالهدف، وهو ومنظمه الصحه العالميه بتطلب من الدول في العالم كلها، ان بسنه 2030 نكون قضينا على اورام عنق الرحم عن طريق ان احنا نكتشف مبكرا فيروس اللي اسمه الاتش بي في، اللي هو المسبب الرئيسي لاورام عنق الرحم. وبالتالي احنا هدفنا في السيدات في شريحه عمريه اصغر، يعني منظمه الصحه العالميه بتقول ان لازم نكون عاملين مسحه عنق رحم على الاقل مره عند سن 35 ومره عند سن 45. عشان كده الفئات العمريه مختلفه على حسب النوع، وبنبتدي الاستبيان من بدري، لان في بعض الاورام بنكتشفها ساعات في سن مبكر شويه، فاحنا بنجمع معلومات، لان ممكن كمان سنتين ثلاثه اقول لك الفئه العمريه دي اتغيرت، فانا هعمل كشف مبكر. احنا بندرس برضو الاحصائيات بتاعتنا احنا كمصر اللي ممكن تكون مختلفه عن بقيه العالم. صحيح. ممكن تبقى عندنا حاجه اقل، عندنا حاجه اكتر، وبالتالي بنعيد يعني توجيه المنظومه على حسب الاحصائيات والمعلومات اللي بتطلع لنا. بنشوف بنات عندهم في اوائل العشرينات او في العشرينات من عمرهم وعندهم اورام في الثدي، ليه بقينا بنشوف ده دلوقتي؟ الحقيقه ده في العالم كله، ده مش في مصر فقط، ولكن في العالم كله في بعض الاورام اللي بقينا نكتشف ان الفئه العمريه اللي بيحصل فيها الاصابه ابتدت تقل، ومنها بالذات الاورام الجهاز الهضمي والقولون، وده ممكن يكون مرتبط بطبيعه الاكل. احنا برضو في مصر بنسمي الاكل بتاعنا بقى وسترنايز. يعني ايه وسترنايز؟ يعني بقينا ناكل زي الناس بتوع بره، بقى البرجر والحاجات المقليه في زيوت، وطبيعه الاكل بتاعتنا الاصليه اللي فيها خضروات وفاكهه اكتر وزيت زيتون، يعني بعيدا عن الحاجات بقى المقليه في الزيوت واللحوم المحفوظه، يمكن تكون ده ليها جزء ان هو يحمي من كتير من الامراض. بالمناسبه السمنه برضو بتؤثر على الاورام الثدي في السيدات. وبالتالي احنا من جزء بقى من شغلنا مش بس الكشف المبكر، احنا كمان عندنا تراك واضح للاقلاع عن التدخين وتوعيه عن الاساليب الصحيه السليمه، من اساليب غذائيه، من رياضه. انا عايز اقول لحضرتك ان الاساليب الغذائيه والرياضه قد يكون ليها يعني دور في الحمايه والعلاج
قد ويمكن اكتر من العلاجات الغاليه جدا اللي احنا بنستخدمها. حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا، اهميه الكشف المبكر، وذكرت انواع السرطانات المختلفه، ويمكن بنسمع خلال الفتره الاخيره عن سرطان البنكرياس وبدا ينتشر شويه، والمشكله فيه انه ما بيظهرلوش اعراض في البدايه، دايما يكتشف للاسف في مراحل متاخره. طيب يعني خليني اقول لحضرتك، هو الكشف المبكر في العالم كله ليه اسس. الاسس بتاعته بتقول ان لازم يكون عشان يبقى كوست افكتيف، او يعني التكلفه تعود على المواطن في الاخر بالمنفعه، ان لازم يكون مرض منتشر، عندي تحليل سهل مش مزعج اقدر اعمله يديني اشاره ان ده احتمال يكون مصاب، وعندي علاج فعال لي. اورام البنكرياس ما بتنطبقش عليها دي قوي، هو فعلا من الاورام الشرسه. ما احنا عندنا اورام كتيره، اورام بنكرياس، اورام المخ، في اورام الغشاء البلوري، كلها دي انواع اورام الحقيقه طبعا احنا عارفين ان هي يعني اشرس من بعض الامراض الاخرى، ولكن ما فيش حد اثبت في العالم ان الكشف المبكر عن هذه الاورام بيغير شيء في النتائج على المنظومه الصحيه. تاني انا ما اقدرش اروح للمواطنين كلهم اقول لهم اعمل رنين تكلفته عاليه قوي، صحيح، او ان انا اعمل منظار واخد عينه من البنكرياس، يعني ده مش حاجه منطقيه. اذا كنا احنا بنقول لهم ناخد عينه دم صغيره خالص او عينه براز، ولسه بقى محتاجين نقنعهم ويقول لك ليه وانا كويس فالحاجات اللي هي اصلا ابسط التحاليل، ما بالك بمنظار وتخدير وكده. بالظبط كده. وبالتالي هو العالم كله ما فيش حد بيعمل كشف مبكر، ولكن هو المهم دايما ان احنا يبقى عندنا وعي صحي في اي بقى مرض باورام او غير اورام، ان احنا الكشف المبكر عند وجود اعراض مزمنه. يعني اورام البنكرياس بتبتدي بفقدان في الوزن، يعني عسر هضم. هذه الاعراض المزمنه تتطلب ان احنا يبقى في وعي عند المواطن، وبالمناسبه عند الاطباء. يعني لازم الاطباء برضو عندي يبقى عنده سنس ان هو بنسبة 99.9 ده بيبقى مشكلة يعني حموضة وشوية التهابات في المعدة، ولكن في ممكن 0.5% صحيح ممكن يكون بنكرياس، فلازم يبقى عنده دايما الوعي ان هو ايه، طب نطمن ان ده ما فيش حاجة، وبعد كده نعالجه بقى بشوية أدوية للمعدة وخلاص ما فيش مشكلة. طب يعني الخدمات اللي حضراتكم بتوفروها للوقاية، التوعية من الوقاية، احنا النهاردة بنقول الناس روحوا واكشفوا وكل حاجة، لكن كمان ازاي النهاردة انا اقي نفسي من مخاطر الإصابة بسواء HPV، سرطانات عنق الرحم، أورام الثدي، أنا كامرأة. بالنسبة للرجال نفس الشيء، الأورام اللي بتعرضوا ليها، إيه النصائح الوقائية اللي بتقدموها عشان الناس تاخد بالها من البداية؟ طيب إحنا أولا بنحاول أن إحنا ندرب كل العاملين بالقطاع الصحي من أول الوحدات الصحية، لأن هم أول خط دفاع بيقابل المواطن على الأرض، ان هم يبقوا متدربين على هذه المعلومات، وبنبقى موزعين بعض المنشورات اللي مكتوب فيها كل الاساليب الصحيه الغذائيه ومن رياضه وما الى ذلك لمنع الاصابه بالاورام او تقليل احتماليه الاصابه بالاورام. طبعا اهمهم الاقلاع عن التدخين، وعندنا يعني اداره كامله مسؤوله عن خدمات الإقلاع عن التدخين وعيادات متخصصة للإقلاع عن التدخين كجزء مهم جدا لمنع أنواع سرطانات كتيرة مش بس الرئة. يعني احنا بنعمل كشف مبكر عن الرئة، ولكن التدخين ده بيسبب أورام الحنجرة، بيسبب أورام المثانة، يعني ليه للأسف أضرار كثيرة، وجزء منها بره الأورام، الجزء اللي ليه علاقة بالقلب والضغط والسكر وما إلى ذلك. احنا كمان بندرب الناس ان احنا يعرفوا يتكلموا على ايه هي الاساليب الغذائيه الصحيحه، نقلل من الدهون في الاكل، اللحوم المحفوظه، الاكل اللي بيبقى مقلي في زيوت بالذات المهدرجه والمتكرره الاستخدام، والتوجه بقى للاكل الصحي اللي فيه خضروات اكتر، سلطات اكتر، فاكهه، اكل متوازن، والرياضه. احنا جميل مش جداً من الشعوب اللي عندها ثقافه الرياضه دي، يمكن ابتدت تكتر الفتره اللي فاتت، ولكن الحفاظ على وزن مثالي والرياضه من احد اهم الاسباب منع الاصابه بالسرطان. طيب سريعا جدا يا دكتور، انا عايز اطمن على نفسي، ازاي ادخل في المبادره دي؟ طيب احنا التواصل مع المبادره عن طريق الوحدات الصحيه او عن طريق موقع 100 مليون صحه، نقدر ان احنا نخش ونملى الاستبيان، نقدر نملى الاستبيان بنفسنا او نتوجه للوحده الصحيه، بيبقى فيه موظف مختص يقدر يساعدنا في ملء هذا الاستبيان. لما بنملى الاستبيان هو السيستم اوتوماتيك بيقول له والله حضرتك مستهدف للكشف المبكر عن
اورام البروستاتا، فانت مطلوب منك تعمل تحليل دلالات اورام عين الدم، هتتوجه على المستشفى الفلانيه، او بالمناسبه بيوجهوا كمان لاسم المستشفى، بيوجهوا على اسم المستشفى ويختار المكان الاقرب. واحنا بنحاول نسهل على المواطن على قدر الامكان، فتعاوننا كمان مع معامل خاصه بحيث ان احنا لو المستشفى بعيده عليه او مواعيد عملها مش مناسبه ليه، يبقى يقدر يروح للمعمل الخاص ده اللي بيبقى شغال لغايه الساعه 10 بالليل. تمام. تعاوننا مع، وكل ده مجاني، هذه المبادره مجانيه من الالف الى الياء، من اول ما بنستلمه في الاستبيان، ولو في اي حاجه محتاجه تتعمل من فحوصات او اكتشفنا حاجه وفي علاجات، هذه مبادره مجانيه من اولها لاخرها. يعني نروح اي مبادره، اي وحده صحيه، او ادخل على 100 مليون صحه عشان املى الاستبيان، ومن هنا هم هيبتدوا يشوفوا مين اللي عنده قابليه بعد شر على كل الناس طبعا، انه يبقى في اورام فتتعالج بشكل مبكر، فنوفر على نفسنا مجهود وتعب كتير جدا. بنشكرك دكتور خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي لمبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. يورو 2024 عاملين حاله كده من المتعه الكرويه. امبارح منتخب انجلترا تاهل لنهائي بطوله كاس امم اوروبا يورو 2024، وده بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجه 2-1. كمان انجلترا تاهلت لمواجهه منتخب اسبانيا في النهائي. يعني عايزه اقول لك يا شاذلي، فعلا عامل حاله كده، كل شويه حد يقول في ماتش النهارده فتبقاش فاهم ماتش مين ومين، يقول لك يورو. ففي حاله فعلا الناس كلها عايز تتفرج على الماتشات، لان هي في الحقيقه ممتعه جدا. النهارده هنتعرف بقى على تفاصيل مباراه امبارح، ازاي قدرت تتخطى انجلترا هولندا، ومين هيقدر يفوز بالبطوله، اسبانيا ولا انجلترا. كل ده واكتر هنعرفه من ضيفنا الاستاذ حسام حسن الناقد الرياضي. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك وصباح الفل عليك يا استاذ شاذلي واستاذ بسنت. يا اهلا بيك. يعني شفت ازاي امبارح فوز انجلترا على هولندا؟ انجلترا طبعا فريق كبير، شايف النتيجه كانت متوقعه ولا لا؟ احنا خلينا بس في البدايه ناخد احصائيه كده سريعه. المنتخب الانجليزي ده تاني وصول الى فاينل على التوالي، قدر ان مع ساوث جيت افضل مباراه قدر يلعبها المنتخب الانجليزي مباراه امس مع هولندا. امور تكتيك، تنوع في الهجمات، اللينك ما بين الثلاث خطوط. ولكن لو اتكلمنا بتفاصيل هنقول ان الشوط الاول هو افضل شوط بالنسبه للمنتخب الانجليزي في اليورو عموما. يعني ساوث جيت اتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا الشوط الاول. كومان لما لقى انه هيخسر المعركه الشوط الثاني بدا ان هو يلعب بالبلان بي، اللي هو يقفل طرق اللعب بتاعته او الثلاث خطوط، وده هنتكلم عليه بتفاصيل. كان معانا شويه صور بس مش عارف بقى تعرض ولا لا، بس خلينا بقى نتكلم في الامور التاكتكس. بالنسبه لساوث جيت، ساوث جيت الفتره الاخيره كان عليه هجوم كبير جدا من خلال الصحف الانجليزيه. انت محتاج ايه طيب في الصور ونعرضها دلوقتي؟ من خلال الصحف الانجليزيه او البعض. لا الصور، عايزين نرجع للصور، عايز ايه في الصور ونعرضها دلوقتي؟ اول صوره بالنسبه للحاله الاولى لساوث جيت هو وجود ماينو. هي دي؟ هنا ماينو قدر ان ساوث جيت يزرعه لعب بوكس تو بوكس. يعني ايه بوكس تو بوكس؟ يعني الراجل هو المحور اللي بيبدا يجري الثمانيات او يجري اللعيبه اللي في العمق زي بيلينجهام او فودن او هاري كين او ساكا. فهو الراجل عمل حاله، هو من اللعيبه اللي بتقدر تطلع بالكوره بشكل كويس جدا ويبدا يحرك الاطراف او الكوره اللي في العمق يوصل لبنزيما 14. الكوره دي اخطر كوره في المباراه. ماينو قدر يحط الكوره في فودن ويشكل خطوره، ولكن قدر المدافع منتخب هولندا يطلعها بشكل كبير جدا. الفكره هنا ان ساوث جيت في دور المجموعات كان بيشارك ارنولد كلاعب بوكس تو بوكس، ولكن هنا لو عملنا مقارنه سريعه هنقول لك ان ارنولد لاعب بيعتمد على الطريقه المباشره. يعني ايه الطريقه المباشره؟ اللي هو لاعب ظهير او جناح وبيبدا يدخل في العمق، عنده مشكله في حته الاستلام والتسليم. كنا بنشوف المنتخب الانجليزي في دور المجموعات ان ارنولد هو اللي يبدا ينزل يستلم عشان يعمل عمليه البناء او الخروج بالهجمه من تحت للمنتخب الانجليزي، ولكن دي كانت عامله مشكله ان ارنولد في حته الدوران او الاستلام كان بياخد وقت كبير جدا، كان بيدي مساحه للخصم يبدا يعمل الضغط العالي، فكان بتاخد وقت او المنتخب الانجليزي ما كانش بيبدا يحضر الهجمه بشكل كويس جدا. في وجود ماينو في مباراه سويسرا ومباراه هولندا، وان ساوث جيت انا شايف ان الحسنه الوحيده اللي عملها في المنتخب الانجليزي هو ساوث جيت وجود ماينو، لان بيقدر ان يخرج بالكوره من تحت وسط زياده عدديه، عنده حلول احلال وتجديد، بيلعب على الاطراف بشكل كويس جدا. ايه التغيير اللي عمله طيب عن مباراه ربع النهائي؟
كان اداء باهت في مباراه روبن بالظبط. هي طريقه اللعب اللي هي 3 4 3 ومشتقاتها اللي هي 4 3 2 1 وهكذا يعني. انا شايف ان هو كان ساكا او تريبل على الاطراف، وجود ديكلان رايس وماينو في نص الملعب يعني هو عمل زخم في نص الملعب، وده كان المطلوب ان ساوث جيت يعني يعتمد شويه على الكره الهجوميه، لان معاه سكواد قوي جدا. انت بتتكلم عن هاري كين وفودن وبيلينجهام، اللعيبه جايه من دوريات يعني مفنشين بشكل كويس جدا، فانت معاك سكواد قوي هجوميا دفاعيا. فهو كان المفروض يشتغل على التكتيك ده. في نقطه كمان بالنسبه برضو لساوث جيت، ان هو ايه لما قدر انه يلعب ساكا مش جناح، هو لعبه اللاعب ديفندر متقدم. فساكا هو بيلعب جناح هجومي، فما شفناش ساكا الشوط الثاني لان اداله ادوار دفاعيه اكتر. شفنا تريبل ان هو يعني من ضمن المشاكل برضه مع ساوث جيت او الصحف الانجليزيه ان هو عنده لوك شو بره، ليه ما يلعبش مكان تريبل وعدله لوك شو؟ فهو برضه انا مسميها اللي هو فقر، يعني مدرب عنده فقر تكتيكي او بخيل في فلسفته الاستراتيجيه على ارضيه الملعب. يعني مش عايزين نقول جبان، ولكن هو ما بيحبش المخاطره، دايما بيحافظ على الشكل او الوضع. انا بكسب كده يبقى انا هكسب كده، دي المشكله بالنسبه لساوث جيت. الشوط الثاني لو لاحظنا الصوره دي بتوضح لك ان قدر كومان للمنتخب الهولندي يعزل الخطوط الثلاثه للمنتخب الانجليزي بشكل كبير جدا. يعني لو لاحظنا نشوف الرباعي الظهر الخط هولندا ونص الملعب اربعه في نص الملعب واثنين للمنتخب الهولندي، قدروا يعزلوا فودن وبيلينجهام وساكا، والثلاثي الخلفي ورا هو اللي بيبدا عمليه التحضير والبناء. فكومان بدا يتعامل مع الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب الانجليزي ان هو يعزل الخطوط الثلاثه ويبدا يتعامل على التحولات السريعه. شفنا المنتخب الهولندي منتخب دفاعيا ما كانش اقوى، يعني ما كانش افضل من الكره الهجوميه. شفنا ان خطوره المنتخب الهولندي لما بيروح بالهجمه اكتر شكلا واقناعا على ارضيه الملعب من المنتخب الانجليزي في عمليه التحولات. فكومان قال لك طب ايه اللي وقع من المنتخب الهولندي؟ اللي هو من المنتخب الهولندي ان هو اعتمد على سياسه اللي هو الزون ديفنس، ان هو يلعب الكوره على التحولات السريعه السويتشنج ناحيه الشمال او اليمين. يعني هو بدا يعتمد على اي ثغره موجوده على ارضيه الملعب، وده يعني انت بتلعب منتخب زي المنتخب الانجليزي لازم يكون معاك بلان A وبي. هو اعتمد على البلان البي ان انا هفضل في نص ملعبي محافظ بشكل كويس جدا، واعتمد اعتماد كلي على الكره السويتشنج او ان انا اعتمد على الاختراق من العمق وهكذا. طيب وضع ساوث جيت هيكون عامل ازاي لو خسر النهائي؟ انا شايف ان يعني احنا لو اتكلمنا ارقام واحصائيات ساوث جيت افضل مدير فني حتى الان في اليورو، ان يوصل 2 فاينل على التوالي ده شيء يعني قوي بالنسبه للمنتخب الانجليزي. ولكن على ارضيه الواقع بيتهاجم، لان زي ما قلت لك مدرب ما عندوش حلول في التاكتكس او الامور التكتيكيه على ارضيه الملعب. مش مرن هو في بلان معينه بيطبقها على ارضيه الملعب. انا بكسب ب 3 4 2 1 ومشتقاتها زي ما قلت لحضرتك طريقه اللعب دي. فهو معتمد ما عندوش فكره ان هو مثلا يتحافظ بالطريقه دي فيغير. بالظبط ما عندوش هو دايما بيلعب بالسكواد اللي معاه اللي هو الثلاثي خط الظهر نص الملعب زي ما قلت لك ديكلان رايس وماينو وتريبل وساكا، وقدام معاه اسماء مرعبه يعني تقدر تنفذ اي يعني خطة. انا عايز اقول لك على حاجه، في صوره معانا كمان الهدف الثاني بالنسبه للمنتخب الانجليزي لما بدا يعمل الروتيشن لبعض اللعيبه. شفنا بالمر هنا الكره مع ديكلان رايس قدر يوصل الكره لبالمر هنا، وفي لحظه واحده الكره راحت الى واتكنز وقدر يحرز الهدف الثاني بشكل مرن. هنا التغيرات اللي قدر عملها ساوث جيت ان هو وجود بالمر واتكنز في ارضيه الملعب غيره بشكل كبير جدا، واللي هنا بدا يعتمد اللعب على الاطراف بشكل كبير، لقى ان العمق مغلق فبدا ان يعتمد على الاطراف وهكذا. فانا بقول لك ان ساوث جيت معاه دكه احتياطي قوية جدا بنفس كواليتي اللعبة الأساسية، ومع ذلك هولندا لم تستغل هذا الأمر إن هم حافظين طريقة لعبه يعني. بالظبط. فأنا من وجهة نظري السكواد المنتخب الإنجليزي يعني عايز أقول لك أقوى سكواد موجود في اليورو، يعني أقوى من أسبانيا اللي قدمت مباريات جامدة جدا في البطولة ومعها فريق قوي جدا. بتكلم على لامين يامال اللي عامل حالة رهيبة في سن 17 سنة، لسه صغير جدا لكن الناس كلها بتتكلم عليه، أرقامه قربت تحطم أرقام قياسية. شايف أن بالزبط. ممكن إنجلترا تفوز في النهائي على أسبانيا لو تقابله؟ أنا شايف أن أسبانيا مدرسة وإنجلترا مدرسة،
فالاعتماد يعني انا شايف افضل مدرسه في اليورو من خلال التكتيكال المدرسه الاسبانيه، مدرسه بتعتمد على التفاصيل. يعني احنا شفنا المنتخب الاسباني مع نص ملعب وخط هجوم ناري، يعني انت بتتكلم عن بيدري ورودري وفابيان رويز، وقدامهم بيعتمد على ويليامز ولامين وموراتا. فشايف ان دي مدرسه بتعتمد على الامور التفاصيل، وان هي منظومه دفاعيه وهجوميه بشكل كبير جدا. والمنتخب الانجليزي زي ما قلت لك بيلعب ببلان واحده، ان هو ابدا احضر من تحت وبعد كده اعتمد على التحولات، او ان انا ادخل في العمق، العمق مقفول، العب على الاطراف وهكذا. انا شايف اسبانيا هتكون ند قوي للمنتخب الانجليزي، ولكن زي ما انت قلت فكره لامين، لامين لوحدها ان لاعب عنده 16 سنه وماشي في 17 سنه، وان يكون عنده القدره ان يقدر يلعب في العمق ويبدا يدخل في معارك في خط الظهر ويكتسب، وده كله في لعيبه كتيره بتوصل للمنحنى ده بس ما بنشوفهاش تاني. لكن فكره ان لامين مواصل للدرجه دي، وان اللاعب بيديك وعنده حلول على ارضيه الملعب، وكل ماتش بيديك حلول وكاسيست وهكذا، لا انا شايف ان هو احنا في وجود او يعني قدوم ظاهره جديده في عالم كره القدم. لا وبيدي درس كمان لناس كتير قوي. يعني انت من ضمن الحاجات الطريفه ان هو لك بيذاكر في اليورو، يعني هو الراجل بيذاكر وهو في اليورو. طبعا ده جانب، وجانب اخر ان احنا دايما بيعتمدوا في المنتخبات يقولوا على عنصر الخبره، دايما يقول لك لا هات لي اللعيب الكبير اللي شارك في بطولات كتير، لا انت جايب لسه لعيب صغير. ما انا بقول لك فكره ان هو عنده 16 سنه و17 سنه بس، هو الولد واثق من نفسه صراحه. يعني مهاره عاليه جدا يعني. بالظبط هي في حاله استثنائيه يعني. بالظبط، فهو فكره ان لامين موجود مع المنتخب الاسباني، هو ويليامز كاعمار سنيه صغيره، فانا شايف ان المنتخب الاسباني بيعتمد اعتماد كبير جدا على الاعمار السنيه الصغيره، بعيدا عن رودري او بيدري او فابيان رويز. فالخط الهجومي بالنسبه للمنتخب الاسباني اقوى، مش هنقول اقوى من المنتخب الانجليزي، ولكن هتبقى معركه الاطراف انا شايفها كده. مين يفوز فيها دي؟ مش هنقول الخبره، ولكن هنقول اللي يقدر يطبق افكاره على ارضيه الملعب بشكل كويس جدا. يعني لو احنا استاذ شاذلي كده الامور تكتيك كده، المنتخب الاسباني ما بيعتمدش ان هو بيلعب كاجنحه بس، لا هو الاجنحه بتاعه المنتخب الاسباني اجنحه داخليه بتلعب في العمق بشكل كبير جدا. يعني احنا بنشوف ويليامز او لامين ما بيلعبوش على الاطراف ان هم يروحوا لمنطقه الزون 14 باستمرار، لا بيدخل في العمق، بيبدا يعمل عمليه التبادل اللامركزيه مع موراتا، او يدخل ويليامز فبيطلع رودري، فبنشوف تحركات لامركزيه. انت بتبقى بتتفرج على المنتخب الاسباني وما تعرفش بيدري بيلعب فين، رودري بيلعب فين، ولكن هو كتمركز لا هو صح، بس حته اللامركزيه دي بتعمل ربكه للخصم في الخط الخلفي بالنسبه للخصم. طيب يعني كده انت بتروح لاسبانيا. انا بروح لاسبانيا والمنتخب الانجليزي في مباراه الفاينل، فانا شايف ان اللي هيحسم المواجهه دي نص الملعب او الاطراف للمنتخب الانجليزي او المنتخب الاسباني. طيب بالنسبه للبرونزيه هتكون من نصيب مين؟ يعني انا شايف المنتخب الهولندي ممكن ما تكونش الكوره يعني انصفته شويه، ولكن كعدل لا المنتخب الهولندي هو ده اخر محط لي، لان احنا اتكلمنا عن سكواد المنتخب الهولندي، اعمار سنيه كبيره، راجل جاي يجمع المنتخب بطريقه صعوبه، كل مباراه كانت بشق الانفس. عايز اقول لك ان المنتخب الهولندي ما لعبش مباراه قويه، انا بالنسبه لي اول اختبار لي هي مباراه المنتخب الانجليزي. يعني انه سريعا جدا على كوبا امريكا، الارجنتين قدمت كمان مباريات حلوه جدا، شايفها في النهائي ولا لا؟ بالظبط، هو امبارح اتفرجنا على مباراه اوروجواي وكولومبيا، فقدر كولومبيا تكسب الاوروجواي 1-0 في مباراه كانت مثيره جدا. هتلعب الارجنتين في الفاينل، الارجنتين يعني ماشي بشكل كويس جدا في الكوب، انا شايف ان هم يعني كنت مرشح للاوروجواي وصلت فاينل، هي اللي ممكن تكون ند قوي بالنسبه للمنتخب الارجنتيني في الفاينل. كل الشكر ليك الناقد الرياضي حسام حسن، بنشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت، التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
تواصل اليوم اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للتناقش مع الوزراء حول بنود برنامج الحكومة. وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة في اليوم الأول من اجتماعاتها بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين. وطالبت اللجنة الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية وكذلك إزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار. أعلن مصدر رفيع المستوى أن مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ستتواصل اليوم بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع رباعي بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي ترأس وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أعرب جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين. وأضاف كيربي أن بيرت ماجروك المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز يحاولون تقريب وجهات النظر بين الجانبين. أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملياته في حي شجاعية شرق مدينة غزة بعد نحو أسبوعين من القتال. وزعم بيان لجيش الاحتلال أن قواته دمرت 8 أنفاق وقضت على عشرات العناصر التابعة لحركة حماس. يأتي هذا في الوقت الذي نزحت فيه عائلات فلسطينية إلى وسط قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في شمال القطاع. تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود. وأوضحت مصادر لبنانية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات العديسة وعيت الشعب ورمية تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب. ومن جانبها أعلن حزب الله إطلاق مسيرات انقضاضية انفجرت في الجولان المحتل ما أدى لوقوع إصابات في قوات الاحتلال. كما أعلن الحزب استهداف مستعمرة شتولة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل اللبنانية. أعلن قادة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو أن العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقا عميقا للحلف. وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن الصين أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع النطاق لقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه قادة دول الحلف منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في القتال ضد روسيا. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
ناس كتيرة جدا بتحب يبقى عندها حيوانات أليفة وتربيها في البيت، لكن ما عندهمش الوعي الكافي بخصوص اللي ساعات كتيرة ممكن أمراض تصيب هذه الحيوانات ويكون ليها تأثير سلبي على صحة الإنسان. طبعا اكتشاف إصابة الحيوانات في المنزل بالأمراض ده مهم جدا. إيه العلامات الدالة على الإصابة؟ هل في خطورة على الأسرة من عدم الاهتمام بالحيوانات الأليفة؟ كل دي أسئلة هنعرف إجابتها من الدكتور خالد مرسي، مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية اللي منورنا. صباح الخير على حضرتك دكتور خالد. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا بس. النهاردة بنشوف إن في ناس كتيرة جدا بتربي حيوانات أليفة عندها في البيت. إزاي ممكن تعرف إن هذا الحيوان مثلا مصاب بمرض معين؟ وهل بشكل عام الأمراض اللي تنتشر عند الحيوانات الأليفة ليها تأثير على البشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا دلوقتي عايشين كلنا في عالم واحد، احنا والحيوان والبيئه، ده اسمه منظور الوان هيلث او الصحه الواحده لكل الكائنات بما فيها الانسان. ففي البيوت الحضريه كل الناس او عدد كبير من الناس مربيه كلاب وقطط معاها، وعارفين طباع الكلب القطه، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيلعب ازاي، بيتحرك ازاي. فلو حصل اي تغير في الطبيعه دي او في الاسلوب المعامله ده او اللعب ده او الاكل او الشرب، معناه ان في حاجه مش مظبوطه. مين اللي يقدر يشخص ويعرف الحاجه اللي مش مظبوطه دي؟ الطبيب البيطري المتخصص في الحيوانات الاليفه، يروح بصاحب الحيوان او صاحب الكلب او القطه للوحده البيطريه او العياده البيطريه، يشوف ايه الموضوع ويقدم اللازم ليه. وطبعا كل حيوان اليف بيطلع له بطاقه صحية زي شهادة الميلاد بتاعة الأطفال، فيها كل برامج التطعيم اللي المفروض تتاخد في عمر معين وفي وقت معين وفي عدد في توقيت معين في السنة لازم يلتزم بيها. البعض يا دكتور بيطعم كلابه أو القطط بتاعته مرة أول ما بيتولدوا أو بعد عمر السنة وبعد كده بيكتفي، ما بيطعمهمش تاني. لا طبعا، خطورة ده إيه؟ ده برنامج التطعيم زي الطفل بالظبط، الكلب أو القطة زي الطفل بالظبط، ليه برنامج تطعيمات، عند شهرين ليه تحصين، عند 14 ليه تحصين، عند 6 سنوي تحصينات ضد الديدان، تحصينات ضد الامراض الفطريه، تحصينات ضد الامراض البكتيريه، كل دي لازم تتاخد والا هيبقى في عرضه ان الانسان يصاب باي مرض من الامراض دي. ايه بقى يا فندم الامراض اللي ممكن تيجي للحيوانات الاليفه اللي بنربيها في البيت؟ ايه الامراض اللي ممكن تيجي لهم وايه نوعيه الامراض اللي ممكن تنتقل للبشر؟ هو حضرتك في أكتر من 100 مرض مشترك ما بين الحيوانات الأليفة والإنسان. أهمها هم 10 أمراض. في أمراض بكتيرية زي السلمونيلا، زي الليبتوسبايرا، في أمراض طفيلية زي الرينج وورم أو الجرب أو الأمراض الجلدية. في أمراض ديدان بتيجي في الجهاز الهضمي. فكل دي ليها برامج للتطعيم لحمايه للانسان وحمايه للحيوان برضه. فلازم نلتزم بيها، ودي اي واحد عنده كلب او قطه او حتى حيوان اليف، يعني حيوان من الحيوانات المنزليه زي الابقار او الجاموس او الخيول او الماعز، دي بيبقى ليها شهاده صحيه فيها برامج التطعيم اللي بتتعمل. المربين في الريف عارفين الكلام ده، والمربين في الحيوانات الأليفة عارفين برضو أن الكلام ده لازم مهم ولازم يتعمل. أبقار، خيول، ماعز، كلاب أو قطط، دي الحيوانات اللي ممكن تكون في البيت. تمام. الحيوانات اللي ما ينفعش تكون في البيت، وحضرتك يمكن قابلت مثلا بعض الأسر بتربي حيوانات غريبة شوية في المنزل، إيه مثلا؟ حيوانات برية ممكن مثلا واحد بيجيب نسناس، ممكن يجيب قرد، ممكن يجيب العصافير مثلا، من الحيوانات من الطيور الموجوده في البيوت بصوره كبيره عند معظم البيوت، برضه ليها وقايه، برامج وقايه، برامج تطهير، امن حيوي لازم نبقى، وامراض مشتركه ما بين الطيور دي وبالانسان، فلازم يبقى ليها نظافه معينه، اسلوب معين في التطهير ضد الامراض دي.
طب ده مهم جدا موضوع الناس اللي بتربي النسانيس والقرود، لانه مثلا طبعاً الكلاب والقطط يعني خلاص الناس اتعودت على تربيتهم وبداوا ينصحوا بعض حتى بالتطعيمات او بالنسبه للاعراض اللي بتظهر على الحيوانات الاليفه اللي في البيت، بقت حاجه معروفه سواء بالنسبه للناس اللي بتربي او حتى بالنسبه للدكاتره البيطريين. لكن موضوع النسانيس والقرود ده مهم برضو ان هم يعني يشوفوا موضوع التطعيمات ده بالنسبه لهم، لانه زي ما حضرتك ذكرت انه الامراض بتنتشر وبتنتقل من الحيوانات الاليفه الى البشر. تمام. الناس دي بتبقى برضو بتتابع مع عيادات صحية بيطرية أو وحدات أو مراكز متخصصة بتقول لهم إيه البرامج التطعيمية ضد الأمراض المشتركة بين الحيوان ده والإنسان، فلازم نلتزم بيها حرصا على صحة وحياة الإنسان. طيب حضرتك قلت إنه لو انا لقيت اي بيهيفير مختلف او سلوك مختلف غير اللي انا معتاد عليه من الحيوان بتاعي ابتدي الجا للطبيب البيطري، ازاي اعرف ان انا كلبي او قطتي تعبانين؟ يعني الاقي خيول، الاقي خمول، او الخيول او الاقي خمول خملان، الحيوان خملان ما بياكلش اكلته الطبيعيه، ما بيلعبش بطريقته العاديه، سواء كلب او قطه او خيل او ابقار او جاموس او اغنام، كل واحد ليه بيهيفير معين عارفينه المربي، المربي الحيوان عارفه ومتعود عليه. اي لخبطه في السلوك ده يبقى معنى كده ان في حاجه غير طبيعيه، يبقى لازم اوقع الكشف الطبي عليه. هل غلط وجود كلاب وقطط في حال وجود اطفال؟ يعني بعض دكاتره الاطفال دايما بينصحوا انه او ما بينصحوش وجود كلاب وقطط او اي حاجه فيها فرو جنب الاطفال عشان الحساسيه، هل ده فعلا خطر؟ بصي حضرتك، الانسان السليم الصحيح تمام مفيش خوف منه، انما الانسان اللي عنده مرض مزمن، عنده مثلا نزل يعني التهاب في الشعب الهوائيه، عنده حساسيه زياده، الحوامل اللي هم مناعتهم بتبقى ضعيفه، الناس الكبار السن اللي عندهم امراض مزمنه زي او بياخدوا علاج كيماوي او اشعاعي او كده، كل دول بنحاول نخلي البيئه المحيطه بيهم نظيفه الى اقصى الدرجات عشان مناعتهم بتبقى ضعيفه، فممنوع ان انا اعرضهم. حضرتك قلت منهم اطفال؟ اطفال صغار السن مناعتهم وحشه، يعني في اطفال صحيحين ما فيهمش اي مشكله، وفي امراض عندهم اطفال عندهم مشاكل صحيه، فدول يبقى ليهم رعايه او للحيوانات اللي معاهم رعايه مكثفه. بس اذا الموضوع مش مرتبط بالاطفال؟ لا في حال بس ان هو الاطفال او الكبار، في حال ان هو مريض فنبعد عنه الحيوانات. عنده مرض عامل تثبيط لجهاز المناعه، فده يبقى ليه حرص ورعايه مختلفه عن الانسان الصحيح، سواء طيب طفل او سيده او راجل كبير. طيب ايه هي الحيوانات الخطر تربيتها في البيت؟ يعني هل في حيوانات من الحيوانات دي خطر ان احنا نربيها في البيت؟ طبعا الحيوان المريض نمره واحد، الحيوان الشرس او اللي ممكن ينقل امراض خطيره زي مثلا بنقول حضرتك النسانيس والقرود، دي حيوانات بريه، فلازم قبل ما تخش البيت لازم يبقى ليها رعايه مكثفه وتطعيمات عشان اتاكد انها جايه من هي جايه من مكان فيه امراض، فانا لازم اتاكد تماما انه خالي من المرض، اعمل له برنامج وقايه وتحصينات قبل ما اتعامل معاه. حبايبنا في اسوان بيربوا تماسيح، شوف بعض الفيديوهات كده لتماسيح صغيره كده في البيوت. في البيوت دي طبعا وارده، بس يعني ليها برضو برامج رعايه وبايوسكيورتي مهمه جدا طبعا، امن حيوي لازم لأن الحيوانات الخطر يعني. خليني أكلمك عن حاجة يا دكتور صعبة جدا جدا وللأسف في بعض الناس يمكن عانوا منها، وهي الكلاب المسعورة أو السعار اللي ممكن يصيب الكلاب، وفي حال في ناس بقى بتحب تشرس كلابها يعني، فيبقوا يعني بيوصلوا ساعات في بعض الأنواع الشرسة بتوصل للسعار بعدها، خطورة ده إيه؟ وهل في علاج للسعار؟ ولو بعد الشر كلب مسعور او اي كلب عض اي انسان اعمل ايه في الحاله دي؟ خلينا نتفق ان مرض السعار ده مرض عالمي في القمه من الامراض الخطر جدا بالنسبه للانسان والحيوان. ليه؟ لان مرض فيروسي ملوش علاج. ملوش علاج. طب اعمل ايه؟ التزم بالبرامج الوقائيه بتاعه التطعيم
الحيوانات اللي انا بربيها. التطعيم بتاعه يبدا من 6 شهور ويتكرر كل سنه. لازم الكلب او القطه والسعار بتاع القطه بيبقى اخطر من الكلب. ليه؟ لانه ما بيبقاش ظاهر زيه زي الكلب. الكلب بيبقى شرس وبيعضعض ويبقى سلوكه عنيف. القطه بتبقى هاديه وممكن يبقى عندها، بس لازم يتاخد التطعيم بتاعها. السعار ده ممكن يتنقل للحيوانات الثانيه، الحيوانات المنزليه الثانيه زي البقره زي الجاموسه. ممكن يتعض من كلب مسعور. الانسان ممكن يجيله المرض ده، والمرض ده ملوش علاج في اي سبيشيز او اي نوع من لكن النوع. لو اول ما بعد شهر كلب يعض انسان ياخد الحقنه؟ لا برضو لا طبعا. اول ما الكلب يعض بقره جاموسه او انسان وشك او ابقى في نسبه 1% شك ان الحيوان ده او الكلب ده مسعور، لازم ياخد التطعيم بتاع السعار. وده بيبقى ليه برنامج برضه لازم يتطبق عليه عشان ما يتنقلش للمخ، لانه لو وصل للمخ خلاص ملوش حل. لكن هذه الحقنه بتمنع ده. بس طبعا الوقايه خير من العلاج طبعا. ده مبدأنا، الوقايه خير من العلاج. الوقايه يعني ايه؟ الحيوان اول ما دخلوا البيت جمال خالص اهم. جمال خالص معانا جمال، شايف البابي اي دي. هم جمال بس يعني ايه؟ ناخد بالنا طبعا اكيد نهتم بنظافتهم، دي حاجه، وفي نفس الوقت نلتزم بجدول التطعيمات ده حفاظا عليهم وحفاظا علينا كمان، لانه بكل تاكيد لو في امراض هتنتشر وهتنتقل الى البشر. كل الشكر لحضرتك دكتور، شرفتنا ونورتنا. ممكن انوه بس عن حاجه؟ اتفضل يا فندم. احنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه بدات السبت، هتبدا السبت ان شاء الله ان شاء الله الحمله القوميه للتحصين ضد مرضي الحمى القلعيه وحمى الوادي المتصدر على مستوى الجمهوريه في جميع القرى والنجوع للابقار والجاموس والاغنام والمعز. مهمه طبعا جدا للحفاظ على رؤوس الماشيه بالنسبه للمربين. شكرا جزيلا دكتور خالد مرسي، مدير عام الطب الوقائي بالهيئه العامه للخدمات البيطريه، نورتنا وشرفتنا يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. طيب دلوقتي هنروح لزميلنا محمود جميل من المدينه الساحره العالمين، نعرف ايه اخر المستجدات في مهرجان العالمين. صباح الفل عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح عليكم من المدينة الساحرة الجميلة، من مدينة العلمين الجديدة. والحقيقة احنا مبسوطين ان احنا يعني بنستعد دلوقتي، خلاص بدأ العد التنازلي جدا لبدء النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. لكن خليني الأول أنقل لكم طبيعة الأجواء هنا طبعا في مدينة العلمين في وسط الجو الجميل الرائع. يعني درجة الحرارة معقولة النهاردة طبعا مع الهواء اللي موجود، مع البحر الجميل اللي موجود، مع منطقة الأبراج اللي موجودة. وخليني الأول بس أستعرض لكم كده الفيو اللي احنا موجودين فيه طبعا في النورث سكوير ووسط الأبراج الجميلة اللي بتتزين بيها مدينة العلمين الجديدة. خلينا أقول لكم أنه مع بدء النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بقى في تطور كبير جدا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، وهي إحدى المناطق المهمة جدا في استقبال الفعاليات اللي هتكون موجودة. السنة اللي فاتت وفي النسخة الأولى المنطقة دي كان فيها عدد كبير من الفعاليات الرياضية وكمان الفعاليات الترفيهية المختلفة، فبالتالي في تطوير حصل استعدادا مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. خلينا أقول لكم إنه في مفاجآت كتيرة جدا وفي استعدادات. طبعا إحنا بنتكلم على الأول طبعا تحية كبيرة لكل العاملين اللي اشتغلوا من أول الانطلاق النسخة الثانية، من قبل كمان المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية. بنتكلم عن أكثر من 50 شركة وأكثر من 5000 عامل بيشاركوا في التجهيزات الأولية طبعا للنسخة الثانية من المهرجان. خلينا أقول لكم إن احنا النهاردة طبعا هتكون البداية كلها كام ساعة، وينطلق المهرجان بفعاليات مختلفة. هتكون البداية طبعا مع حفلة للفنان مدحت صالح في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي،
لكن طبعا الافتتاح الأقوى والأكبر واللي طبعا كل الجماهير منتظرينه هو حفل الكينج محمد منير، هتكون بكرة إن شاء الله في العالمين أرينا أو في منطقة أرينا، وهيكون في طبعا النهاردة في استعدادات وفي بروفة للفنان محمد منير، وهيكون في طبعا التجهيزات الأخيرة بالنسبة للستيج وبالنسبة للإضاءة. خلينا أقول لكم بقى أن يعني فكرة الشركة المتحدة في التطور الدائم في المهرجانات الخاصة وخاصة مهرجان العالمين الجديدة. احنا السنة اللي فاتت كان في استهداف 1,000,000 زائر وتقريبا تخطى هذا الرقم، احنا السنة دي ان شاء الله متوقعين او مستهدفين ان الزائرين يكونوا اكتر من 2,000,000. خلينا اقول لكم الفعاليات بقى او المهرجانات اللي هتكون موجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة. احنا بيتم التركيز على 5 فعاليات او 5 مهرجانات داخل مهرجان العالمين. عندنا مهرجان طبعا الاطفال وهو مهرجان نبتة، وده اول نسخة لي السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة، وده طبعا بيأتي حرصا من الشركة المتحدة بالاهتمام بالأطفال، وكمان هيكون في منطقة الفاميلي أرينا، هيكون طبعا العائلة موجودين مع طبعا الأطفال، هيكون في مساحة كبيرة جدا لمشاركة كل الأنشطة المختلفة، وهيكونوا موجودين طبعا في المناطق المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. بالنسبة لمهرجان نبتة طبعا هيكون معانا لحد نهاية المهرجان، وتباعا هيتم الإعلان عن الفعاليات تحديدا الخاصة بالمهرجان، عشان كده بننصح الأسرة وكل العائلات ان هم يتابعوا الموقع الرسمي للمهرجان او يعني الصفحات الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعوا كل الفعاليات اللي هتكون موجودة الخاصة بالأطفال. المهرجان الثاني ويمكن ده من المهرجانات اللي تقريبا كل الناس هتبقى متحمسة ليها، هو مهرجان الطعام. مهرجان الطعام ده أول مرة برضو هيكون معانا في مهرجان العالمين في النسخة الثانية. الناس طبعا هيكون في فعاليات مختلفة لسه هيتم الإعلان عنها، وهيتم يعني طبيعة هذا المهرجان هتكون عاملة ازاي، بس انا متوقع ان هو هيكون يعني مهرجان مهم جدا طبعا، وفعالية مهمة جدا لكل الناس اللي بتحب الأكل، لكل الناس اللي بتحب تتذوق، فبالتالي هيكون طبعا فعالية مهمة جدا. وخلينا طبعا اكلمكم ان هيكون في مهرجان الترفيه والموسيقى والمسرح، وهيكون طبعا عندنا فعاليات كبيرة جدا خاصة بالأنشطة الرياضية، منها مباراة لقدامى نجوم الأهلي والزمالك في مبادرة لنبذ العنف والتعصب، وكمان هيكون يعني عندنا أنشطة خاصة بالطيران الشراعي، وأنشطة خاصة طبعا بذوي الهمة، والسنة دي كمان هيكون في مهرجان الثقافة، وهي عروض مختلفة لوزارة الثقافة هتكون موجودة خاصة في المدينة التراثية اللي هتشهد اليوم طبعا يعني تصوير حلقة وحفل مع الفنان مدحت صالح. يعني عندنا تفاصيل كتير داخل مهرجان العالمين الجديدة أكيد هنتابعها معاكم على مدار اليوم في برنامج صباح الخير يا مصر. يعني دي كانت تفاصيل بعض التفاصيل طبعا، وهنستكمل معاكم تباعا ويوميا كل التفاصيل الخاصة بالنسخة التانية من مهرجان العالم عالمين. خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل فقرات صباح الخير يا مصر. النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للسكان، واللي بيحل فيه 11 يوليو من كل عام. الهدف من ده ايه؟ هو زيادة الوعي في القضايا التي تخص السكان حول العالم، لأنه الزيادة السكانية بشكل متزايد بتشكل معضلة مش بس في مصر لكن في كتير من دول العالم. عشان كده مصر سعت خلال الفترة الأخيرة للعمل على الاستفادة القصوى من هذه الطاقة البشرية والزيادة السكانية وتحويلها من عبء إلى قيمة مضافة. خلونا نتكلم عن جهود الدولة للاستفادة من القوى البشرية ومواجهة الزيادة السكانية مع ضيفنا محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خلينا نتكلم عن معدلات الزيادة السكانية، وزي ما قلنا في البداية أنه مش بس في مصر، لا دي موجودة في العالم كله. العالم كله النهاردة بيعاني من الأوفر بوبيليشن في بعض الدول. هل النهاردة نقدر نقول أو إمتى نقدر نقول أن الزيادة دي في معدلاتها الطبيعية، أو هي عبء، أو أقدر أستفيد منها؟ طيب، هو طبعا في معدلات زيادة سكانية كبيرة في العديد من دول العالم، لكن لو بصينا على الحالة المصرية هنلاقي أرقام تهمنا أكتر، وهنلاقيها صادمة شوية. ليه؟ لأن مثلا لو بصينا على معدل الزيادة السكانية العالمي هيبقى تقريبا 1.25%. مصر ضعف هذا الرقم في معدل الزيادة السكانية، احنا تقريبا 2.5%، فانت بتنمو كمعدل زيادة سكانية بضعف المتوسط العالمي. الأهم هو مقارنات كمان مع الدول النامية، كمان الدول النامية الكبيرة اللي حققت معدلات نمو مرتفعة زي الصين مثلا.
هنلاقي ان الصين رغم ان هي عدد سكان ضخم جدا لكن معدل الزياده السكانيه فيها 0.5% فقط لا غير. يعني انت معدل الزياده السكانيه في مصر 2.5% وهم 0.5%، يعني انت بتنمو بمعدل الزياده السكانيه 5 أضعاف معدل نمو الصين. وبالتالي فرص انك تحقق معدلات نمو شبيهه مقارنه بالدول الناجحه زي الصين او زي الهند او زي باقي الدول بتبقى فرصك اقل كثيرا جدا نظرا لان معدلات الزياده السكانيه هي اللي بتاكل كل عوائد التنميه اللي انت بتقوم بيها. فالمقارنه مع الارقام الدوليه مش في صالحنا وبتحطنا امام اختبار كبير وامام معضله ثقافيه. ليه؟ هديك مثال اكتر. احنا مثلا لما عملنا ترسيم للحدود البحريه في البحر المتوسط مع اليونان وقبرص جيراننا بحيث ان احنا نستفيد بين ثروات النفط والغاز اللي موجوده في البحر المتوسط. طيب على مدار العشر سنوات الماضيه اليونان عدد سكانها ثابت تقريبا 10.5 مليون، بينما انت عندك معدل نمو ضعفين عدد سكان اليونان. يعني اليونان لسه زي ما هي 10.5 مليون وبتستفيد من الثروات اللي بتخرجها، وانت زدت قد اليونان مرتين 20 مليون في اخر 10 سنين. وبالتالي مهما عملت معدلات التنمية الاقتصادية، مهما عندك اكتشافات من ثروات طبيعية، معدلات النمو السكاني العالية بتاكل كل هذه الأرقام وبتحطك قصاد تحديات أكبر كمان. أعتقد إحنا بنعمل مقارنة مع دول كتيرة مش بس اليونان، لازم نراعي برضو الموارد بتاعتك والمساحة الجغرافية للدولة. طبعا بكل تأكيد، والموارد اللي موجودة على هذه الأرض مش فكرة بس المساحة كأرض. يعني مثال تاني آخر حضرتك، مثلا احنا عدد الاراضي الزراعيه الموروثه القديمه تقريبا قول في المتوسط 10 مليون فدان. من 100 سنه كان عدد سكان مصر 10 مليون بني ادم تقريبا، 10 مليون نسمه، وعندك اراضي زراعيه 10 مليون فدان. طب انت النهارده تقريبا 100 مليون ونفس ال 10 مليون فدان. وبالتالي انت حصتك نزلت يعني 90%، 1/10 على مدار 100 سنه بسبب ان مواردك الاقتصاديه ثابته. وده الطبيعي ان الموارد الاقتصاديه لا اما ثابته لا اما متناقصه، لانك بتاخد منها الموارد الطبيعيه الناضبه، يعني اراضي زراعيه او موارد او معادن او نفط او خلافه، وعدد السكان بيزيد بمعدلات غير مقبوله على الاطلاق. طب انا دلوقتي بصيت 100 سنه لورا، طب خلينا نبص 30 سنه لقدام، احنا 2024 مش 100 بالظبط. بالظبط، يعني لو فضلنا مستمرين على معدل الزياده السكانيه الحالي اللي 2.5% ده، هنلاقي نفسنا عند 2000 مثلا 52 هيبقى عدد سكان مصر تقريبا 190 مليون. طب خليني اسال حضرتك، احنا في برامج كثيره جدا للتوعيه، برامج تلفزيونيه، برامج اتنين كفايه وغيره من البرامج اللي بتوعي للحد من الزياده السكانيه. هل النهارده احنا ضعفين اللي العالم بيمر بيه او ضعفين المعدل الزياده السكان العالمي بالظبط العالمي، فهل النهارده احنا مع كل البرامج التوعويه دي احنا برضو يعني احنا برضو عايشين في المشكله دي؟ مع الاسف ايوه. والنقطه الاخيره اللي كنت بذكرها لحضرتك دي هتبين لك قد ايه الوعي هيبقى حاسم في الامر ده. لان احنا لما نبص لقدام 30 سنه هنلاقي ان احنا لو فضلنا بمعدل الزياده السكاني الحالي هنصل الى 190 مليون. بينما لو نزلنا لمعدل الانجاب الطبيعي اللي هو يبقى فردين طفلين في كل اسره فقط، يعني شوفي بقى هنا الوعي هيبقى حاسم جدا. انا اعرف ناس مش عايزين يجيبوا 2 حتى هم خالفين طفل واحد. طب خلينا بقى في المتوسط العام. الاطفال الكتير دول فين بقى؟ هقول لك فين جغرافيا، هقول لك فين واجتماعيا كمان. لكن لو نزلنا لمعدل انجاب طفلين في كل اسره هنخلي التوقع بتاع عدد اجمالي السكان سنه 2052 بدل ما هو 190 مليون هيبقى 140 مليون. تخيلي الوعي هيبقى حاسم لانه درجه نتكلم في 50 مليون بني ادم يا جماعه، مش 50 بني ادم، 50 مليون بني ادم. تخيل بقى حجم الموارد اللي انت هتنفقها على ال 50 مليون بني ادم، وتخيل انك لو وفرت حجم هذه الموارد لتنميه ال 140 مليون. يعني فرق رهيب، فرق سما من الارض يعني. فعامل الوعي اللي حضرتك ذكرتيه هو العامل الحاسم في النقطه دي. لان تجربه الصين ما نقدرش نكررها. يعني شعب مختلف، نظام حكم مختلف، عشان تحطي قوانين للانجاب طبعا يعني في
كلام وفي نقاشات وفي وجهات نظر في هذا الامر، لكن العامل الحاسم هيكون الوعي. انا سمعت اصلا ان الصين دلوقتي من كتر ما الناس التزمت بالقانون ده ابتدوا يحثوا الناس ان هم يخلفوا طفلين، لانهم عندهم طفل واحد بس، فابتدوا النهارده يحسوا الناس انه يلا خلفوا طفلين لان معدلات نقصت بقى عن الطبيعي. وده الوجه الاخر للمشكله. ليه ببساطه؟ ما هم عملوا سياسه الطفل الواحد اللي حضرتك ذكرتيها دي عدد طويل من القرون من العقود، حوالي تقريبا 30 سنه. نتج عن ذلك ايه؟ انقلاب المثلث الديموغرافي بتاع الاسره. يعني بدل ما يبقى فيه مثلا الطبيعي ان يبقى فيه اربع اطراف من الجدود في الجيل الجدود، بعدين يبقى فيه مثلا طرفين اب وام، بعدين يبقى فيه يعني طفل واحد، ده في حاله الانجاب لما بيبقى واحد بس، فبيبقى القدرات الانتاجيه في الثلاث اجيال اقل من المتطلبات الاجتماعيه. هو قلب الهرم الديموغرافي، فاحنا مش عايزين نصل الى هذه المرحله. يعني احنا مش عايزين سياسه طفل واحد، في اعتقاد ان هي مش سليمه، لكن الصح هو ان يبقى طفلين في كل اسره. انا بتكلم على رقم كمتوسط، ما يبقاش 2.1، ما يبقاش 2.1، وما يبقاش 1.9. في الحالتين هيبقى عندك مشكله. احنا المتوسط العام المفروض يبقى طفلين في كل اسره. طيب احنا عملنا ايه؟ اعتقد ان احنا عندنا خطين لازم نمشي فيهم، التوعيه زي ما حضرتك ذكرت بانه 2 كفايه فعلا، وفي نفس الوقت استغلال وتنميه موارد الدوله بكل تاكيد. فعملنا ايه هنا وهنا؟ هقول لحضرتك مثلا بناء على الارقام التاليه هيبان احنا المفروض نعمل ايه وعملنا ايه. انت اعلى نسب انجاب بتلاقيها في افقر القرى داخل افقر مدينه او التابعه لافقر مدينه، التابعه لافقر محافظه في مصر. يعني كل ما بيبقى معدلات الفقر مرتفعه كل ما نسب الانجاب بتبقى اعلى. الخريطه بتقول كده، قاعده البيانات بتقول كده بالظبط كده. هم بيبقى في التفكير بتاع ان انا العيال دي هتكبر تساعدني مثلا تصرف على اخواتها، يعني الفكر ده الشق الاخر للمشكله. اللي هو ايه؟ بنلاقي زي ما قلت لحضرتك ان يعني دايما كل ما بينزل معدل الفقر او كل ما بيزيد يعني معدل الفقر، كل ما بيزيد معدل الانجاب، وكل ما بيبقى الاسره رب الاسره فقط هو اللي بيعمل والزوجه لا تعمل، معدلات الانجاب بتزيد. وبالتالي انت مفروض بتشتغل على حاجتين، اولا بترفع من مستوى التنميه الشامله في القرى، وبالتالي الخدمات تبقى متوفره، وبالتالي الوعي يبقى موجود، وبالتالي تخرج من حاله العوز وحاله الفقر اللي موجوده دي في بعض القرى وبعض النجوع. ثانيا ان انت توفر فرص عمل لطرفي الاسره. الاسره اللي الطرفين بتوعها بيعملوا اب وام، تفكيرهم في مستقبل الاولاد مختلف، وتفكيرهم في هيكل الاسره مختلف. نادرا لما بيفكروا في طفل ثالث او طفل رابع، هم مركزين في مستوى التعليم وجوده الحياه للطفل او للطفلين اللي عندهم. الارقام بتقول كده، سواء كان في مصر تاريخيا على مدار الخمسين سنه اللي فاتت، او حتى كمان في الدول اللي عملت نقله تاريخيه، يعني في الثوره الصناعيه الاولى في بريطانيا ده اللي حصل بالظبط. اول ما الزوجه نزلت للعمل معدلات الانجاب داخل الاسر قل. نفس اللي حصل تماما في مصر مثلا من 50 سنه او وما زال موجود دلوقتي. الاسره اللي بيعمل فيها الاب والام نسبه التعليم او جوده التعليم للجيل الابناء مرتفعه، وفي نفس الوقت عددهم اقل من باقي الاسر. يعني بنشوف ساعات برضو سيدات لا بتعمل برضو يعني شغلانات كده معينه عندها حلم الست عيال. يعني ما هو في طبعا في الاكستريم، في الحالات اللي هي الاستثنائيه او اللي بتبقى بزياده، سواء كان في تقليل او عدم الانجاب او في زياده الانجاب، لكن لما بنبص على المتوسطات العامه بنلاقي الارقام اللي انا ذكرتها لحضرتك. طيب الدوله المصريه كمان حرصت ان هي تستفيد من الزياده السكانيه دي وتحولها لقوه بشريه وقوه اقتصاديه، يمكن شفنا ده في كتير من المشاريع القومية. النهاردة ازاي ان احنا خلاص احنا عندنا امر واقع وهي الزيادة السكانية، ازاي اقدر استفيد من العامل ده في خلاص يبقى عامل اقتصادي قوي، انه عندي النهاردة قوة بشرية تشتغل فتنتج. انا هربط سؤال حضرتك ده بالسؤال بتاع الاستاذ محمد السابق، لان الاتنين مرتبطين ببعض. احنا بنقدم او دولة بتحاول تقدم الخدمات دي من خلال مبادرة حياة كريمة في القرى اللي انا اتكلمت عنها، لكن كمان تحويل الـ يعني الرصيد البشري او القوى البشريه اللي عند حضرتك الى رصيد فاعل ومنتج، ده ما بيتمش الا من خلال امرين اساسيين: التعليم والصحه، الاهتمام بالتعليم والتعليم والاهتمام بالصحه.
التعليم مهم جدا في المرحله الحاليه، مش بس الكلام العام البديهي اللي كلنا فاهمينه، لكن نوعيه التعليم. يعني ببساطه احنا في المرحله الحاليه من النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي كمان في مصر، انت مش محتاج الاعداد الكثيفه بتاعت خريجين مثلا اداب وحقوق وتجاره وهذه الكليات النظريه، لكن انت محتاج اكتر التعليم الفني، محتاج اكتر التعليم اللي بيأهل الفرد للانتاج في المصانع وفي الشركات، محتاج نوعيه التعليم اللي مرتبطه بالانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، ده نوعيه التعليم اللي انت محتاج تقدمها دلوقتي. وبالتالي اتمنى وده بيحصل بالفعل ان في توسع في الجامعات التكنولوجيه، في توسع في المدارس الصناعيه اللي بتبقى بالشراكه ما بين الحكومه والمصانع، ده الطالب اللي بيبقى في هذه المدرسه فرصه العمل بتاعته متوفره من قبل ما يخلص الدراسه، لان المصنع هو اللي مشرف على المدرسه وخلافه. ده اللي هيحقق اللي احنا محتاجينه من جوده مرتفعه في نوعيه العامل البشري او العنصر البشري الموجود عندنا. لازم كمان يا فندم كل اب وام يحسبوها كويس قوي. يعني مثلا لو الام لا تعمل ودخل الاب وليكن 10 قروش، ال 10 قروش لما يتقسموا على طفلين في كل بقى مراحلهم التعليميه وكل انواع الرعايات، سواء كان في التعليم او في الصحه او في خلافه او في الانشطه حتى الترفيهيه، ال 10 قروش لما يتقسموا على طفلين غير لما يتقسموا على 6 اطفال. طبعا طبعا. وعشان كده انا حبيت ان انا اقول الشكل الكلي وكل يعني كلي للاقتصاد، وكل اسره بقى تبدا تحسب حسبتها. يعني ببساطه على المستوى الكلي كده، انت ايراداتك كتنميه اقتصاديه او ايراداتك مرتبطه بمعدل النمو الاقتصادي اللي انت بتعمله 3-4-5-6%، ومصاريفك هو معدل الزياده السكانيه. فانت لو مصاريفك دي زياده فخلاص انت هتاكل معدل التنميه اللي بيحصل عندك، وكمان هتبقى محمل باعباء اضافيه. نبص على مستوى الاسره، هو زي ما حضرتك ذكرت، لو طفلين فقط، فانت ببساطه بيبقى عندك فرصه تقدم جوده حياه افضل للطفلين وتستثمر فيهم تعليميا افضل، وبالتالي يبقى هم عندهم قدره على الانتاج وعلى الحصول على وظائف ومهن افضل وارقى وبدخل اعلى. لكن يعني المثل المصري يعني البسيط، العدد مش في الليمون، يعني مش عدد زيادة، فلا ما العصر اللي احنا فيه ده مش كده خالص. بمناسبة المثل ده، انه انا حاسة انه يمكن الناس مرتبطة بأفكار موروثة غلط، زي العيال بتربط الراجل والعزوة مثل. والعيلة ولازم تجيب ولد والحاجات دي كلها. هل النهارده احنا محتاجين يمكن نحارب كمان الافكار دي؟ بكل تاكيد، بس هي منظومه فكريه ثقافيه مركبه، والبعد الديني كمان في يعني او الشق الديني الثقافي في الموضوع. كل الفتاوى، كل الـ يعني الاحاديث يعني بمعنى التصريحات اللي بتصدر من دار الفتوى او من الازهر، كلهم بيحثوا على تنظيم الاسره، كلهم شايفين ان ده مفيد وده يتماشى مع مبادئ الدين الاسلامي وكل حاجه. لكن المشكله كانت في بعض الاصوات اللي خارج المؤسسات الدينيه الرسميه، وبالتالي المواجهه الثقافيه الشامله لهذا الامر يعني غايه في الاهميه. واكيد ربنا ما امرش ان احنا نجيب عيال ما نعرفش نربيها او ما نعرفش نصرف عليها، نجيبهم نعذبهم ليه يعني؟ بالظبط بالظبط، ده الفكر المنطقي والفكر السليم دينيا ايضا. طبيعي كمان يا فندم انه ده بيؤثر بشكل كبير على اوجه الانفاق بالنسبه للدوله. يعني انا مثلا لما هخلف 6 عيال، فانا دلوقتي عايز لهم خدمات صحيه وعايز لهم تعليم مجاني وعايز لهم وحاجات كتيره قوي. فانا كده بوجه الدوله لان هي تكثف في هذه الامور، فبدل ما كنا بنصرف في حاجات تانية او بننفق في حاجات تانية تنمي اكتر موارد الدوله، اضطريت غصب عني ان انا ازود في عدد المدارس نتيجه الزياده السكانيه، ازود في عدد المستشفيات، ازود في الخدمه الطبيه المقدمه. كل ده برضو ضغط. طبعا هو يعني المبدا بتاع الكوانتيتي فيرسس كواليتي، يعني انت لما عدد السكان عندك بيزيد، وبالتالي بتضطر ان انت تحاول تقدم الحد الادنى من الخدمات المطلوب. بينما لو افترضنا ان عدد السكان ثابت لسنه واحده، لمده سنه واحده، فانت بدل ما هيبقى هدفك ان انت تنشئ مدارس جديده عشان تلبي عدد السكان الزياده، فانت ببساطه هتبقى هدفك انك تطور اللي موجود. يبقى انت الترقيه او الـ يعني تحسين المستوى، سواء كان المستوى الصحي التعليمي
السكني، الخدمات، كافة أشكال الخدمات مرتبط بشكل أساسي بأن أنت عدد السكان عندك يبقى ثابت أو شبه ثابت لفترة محددة من الزمن فتقدر ترتقي بهذه الخدمات. هي معضلة فعلا زي ما يمكن بدأنا كلامنا عن الموضوع ده بيها، ومجهود كبير قوي في الحقيقة الدولة المصرية بتقوم بيه عشان أول حاجة نحد من الزيادة السكانية، لأن زي ما حضرتك قلت دلوقتي استفدنا منك أن احنا ضعفين اللي العالم كله بالزيادة العالمية، احنا في مصر ضعفين الزيادة السكانية عندنا، ضعفين اللي العالم كله بيزيده. ففي الحقيقة هي مجهود كبير، مجهود بنحارب فكرة قديمة وبنحارب معتقدات قديمة، بنحارب عدم وعي يمكن كل واحد يقول لك هو أنا يعني العيال الست عيال بتوعنا يعني اللي هيعملوا أزمة. هيعملوا أزمة. شكرا ليك يا فندم، نورتنا استاذ محمد انيس عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد، نشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، صباح النور يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.